بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس دائما وابدا معكم. كل الاخبار والانفرادات والكواليس، وحلقه ساخنه مليئه بالاخبار، متابعه لانتخابات نادي الزمالك وعمليات الفرز التي تجرى الان، مؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني وبعضا من نجوم النادي الاهلي، وتغطيه شامله وكامله لمباراه الاهلي والهلال غدا على المركز الثالث في كاس العالم للانديه. النهارده ان شاء الله تكون حلقه من العيار الثقيل. ضيفنا في الجزء الاول هيكون كابتن احمد حسن، وضيفنا في الجزء الثاني هيكون الزميلين العزيزين احمد الخضري ومحمد القصي. هاشتاج حلقتنا النهارده مع شوبير، وسؤال الحلقه توقعاتكم لمباراتي الاهلي مع الهلال السعودي والزمالك مع بترو اتلتيكو الانجولي غدا، بتبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. بالمناسبه الوداد فاز فوز كبير جدا في مجموعه الزمالك بثلاثيه مقابل لا شيء، وسان داونز فاز على الهلال السوداني بصعوبه بهدف مقابل لا شيء. يلا بينا على موجز الاخبار. استمرار فرز الاصوات في انتخابات نادي الزمالك منذ الساعه 9:15 مساء بعد رفض اللجنه المشرفه على الانتخابات مد فتره التصويت، شهدت اقبال كثيف وزحام شديد جدا واحداث لم نكن نتمنى ان تكون في صرح كبير من صروح الرياضة المصرية. باتريس كارترون المدير الفني لنادي الزمالك بيؤكد خلال المؤتمر الصحفي استعداده لمواجهة بترو اتلتيكو، وبيقول انه هدف الزمالك التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا، وان غياب طارق حامد سيكون له تأثير كبير على الفريق. كان المفروض 80% من اجمالي ساعه استاد النهيان اللي بيستقبل مباريات النادي الاهلي، لكن الفيفا نظرا للاقبال الكبير سمح بانه المدرجات تكون بالكامل ل 12,000 متفرج. غدا ديربي عربي جميل يجمع ما بين الاهلي والهلال السعودي على الميداليه البرونزيه. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بيقول انه كان يتمنى الحصول على ميداليه مختلفه، لكنه سيقاتل على البرونزية، وبيؤكد ان الهلال فريق قوي وانه لعب مباراة رائعة ضد تشيلسي. يا رب بالتوفيق يا موسيماني. الشركة الموكلة بإدارة أعمال بيتسو موسيماني بتؤكد الاتفاق على شروط العقد الجديد بين الأهلي وموسيماني، وانتظار رد إدارة النادي، وأن ما يثار عبر السوشيال ميديا غير صحيح. لكن في جملة قالتها الشركة، قالت ان هم مش هيتكلموا خالص في الإعلام لحد ما تنتهي كل الأمور. ده كان أفضل حاجة عملوها، لأنه السكوت هنا هو الأفضل، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت بيكون من ذهب. لا أعرف السر الحقيقي أو السبب الحقيقي في تغيير موعد مباراة الهلال السوداني مع النادي الأهلي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا، هتقام الساعة 3:00 PM بدلا من 6:00 PM المعلن، عشان ما يبقاش في شكوى للأهلي من الأضواء. هل الأجواء هناك تسمح؟ هل درجة الحرارة جيدة؟ أتمنى أنها تكون كده. فوز أول وخسارة أولى في الدوري المجموعات في مجموعة النادي الأهلي، سان داونز بيهزم الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء. أما الوداد فقد فاز على سجرادا الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بيأكد ان التأهل للمونديال عايز تضحيات وعمل وتعاون واستعداد استثنائي، ومفيش كلام كتير وما نضللش الجمهور، كلمتين محترمين. في المقابل اليوسوسي السعيد جدا بالتتويج بكأس افريقيا لأول مرة في تاريخ السنغال، مدرب بقاله 7 سنوات يا جماعة مع الفريق من 2015، بيؤكد ان العالم بينتظر السنغال في كأس العالم، انه هيكون موجود في فرنسا الاسبوع الجاي للاعداد لمواجهتي مصر. لازم نشوف حل في موضوع الوقت الكافي لمنتخبنا الوطني للاستعداد لتصفيات الملحق الاخير في تصفيات كأس العالم. ما زالت اصداء فوز السنغال لاول مرة ببطولة افريقيا موجودة في السنغال بعد استقبال الرئيس السنغالي للاعبين ومكافآت سخية واعطائهم اراضي. اطلاق اسم ساديو ماني على ملعب مدينة سيدهو السنغالية، مسقط رأسه تكريما لقيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، يستحق. بالمناسبة جماهير ليفربول تستحق التحية والإشادة، استقبلت محمد صلاح على أفضل وأحلى وأروع ما يكون بالأمس.
في الدوري السعودي وفي غياب الجماهير اتحاد نادي الاتحاد يواصل مسيرته وانتصاراته وفوز كبير على نادي النصر 3-0 عبر أجزاء حمد الله يتألق يسجل ويصنع ضربة جزاء والاتحاد يبدو أنه في طريقه إلى الفوز ببطولة الدوري في السعودية بعد غياب طويل. أما في الإمارات فنادي العين الذي استعاد الكثير من توازنه ومن رونقه وبريقه فاز على الإمارات بثلاثية نظيفة وعز الصدارة للدوري الإماراتي. أما عجمان تعادل مع شباب أهل دبي 1-1 والنصر تعادل مع العروبة بنفس النتيجة. ألف سلامة على نجمنا عمر مرموش، نادي شتوتغارت الألماني أعلن إصابته بفيروس كورونا، يعود سريعا بإذن الله. في بطولة كأس العالم للأندية الزمالك يقدم عرضا طيبا ولكنه يخسر فارق 17 نقطة أمام بورجس الأسباني 78-61 ويلعب على المركز الثالث مع ليكلاند ماجيك الأمريكي بعد خسارته من فلامينجو 94-79. فرصة الزمالك قوية جدا لأن ليكلاند جاي بالفريق الثاني، عايزين ميدالية يا زملكاوية. إلى لعبة التنس الجميلة، تسيباس اليوناني بيفوز على الأسترالي أليكس ديمونور 2-0، بيضرب موعد مع التشيكي ييري الليهيتشكا المصنف رقم 137 في نصف نهائي بطولة روتردام للتنس. نستمر مع الأهلي في كأس العالم للأندية ثم نعود على الهواء مباشرة وانتخابات نادي الزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. انتخابات ساخنه جدا جدا جدا، شهدت حضور غفير للغايه وايضا شهدت الكثير من الاحداث المؤسفه التي لم نكن نتمنى ان نراها في هذا الصرح الكبير، ولكن دعونا نقترب من المشهد اكثر مع الزميل العزيز خالد رزق على الهواء مباشره من داخل نادي الزمالك. خالد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك كابتن شوبير ومساء الفل على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان. احنا الان متواجدين داخل نادي الزمالك وبالتحديد من داخل المقر الانتخابي. يمكن الاجواء يا كابتن شوبير بدات من الساعه 9 صباحا، تم فتح باب لادلاء اصوات جميع اعضاء الجمعيه العموميه بالتاكيد نادي الزمالك، ويمكن كان هناك اعداد كبيره وغفيره كانت متواجده من صباح الباكر، واكتمل النصاب القانوني يعني على الساعه 12 ظهرا تقريبا، وظل يعني العدد الكبير متواجد. خالد معلش يعني عذرا للمقاطعة، أنا شايف وراك كابتن أحمد سليمان المرشح على الرئاسة، هل يبدو هادئا يبدو واثقا ولا الأمور شغالة معاه إزاي أو شغالة بصفة عامة في المنافسة على منصب الرئاسة بينه وبين السيد مرتضى منصور؟ يعني يمكن كابتن احمد سليمان بالفعل هو متواجد خلفي في الشاشه، وايضا هو يعني شعرت ان شفته بيتجول داخل المقر الانتخابي وبيمر على اللجان بيتابع العمليه الانتخابيه في حاله من الهدوء في حاله من الثقه، ما شفتش عليه توتر او ما شفتش عليه اي شيء داخل العمليه الانتخابيه. ويعني احنا بكاميرا اون تايم سبورتس كده تجولنا على بعض اللجان حاولنا نستشف الموقف شويه، ولكن كابتن شوبير اقول لك يعني اجواء طبعا هي غير مؤكده بنسبه 100% لاني ما زال لسه في باقي صناديق، ولكن يعني المتضح من عضويه رقم 1 وحتى 40,000 الاصوات شويه رايحه لكابتن احمد سليمان، من بعد 40,000 لحد ال 110 تقريبا او ال 100,000 يعني رايحه للمستشار مرتضى منصور. نعم. يعني الموضوع كابتن شوبير متقارب بنسبه كبيره جدا، ولكن في بعض الاجيال متفوقه على الاخرى. يعني فمش قادرين ان احنا نحكم حتى الان مين اللي ممكن يكون متصدر، يعني لو قلنا ببعض اللجان كابتن شوبير يمكن لجنة 16 فيها الأصوات 33 للمستشار مرتضى منصور، 16 لكابتن أحمد سليمان، لجنة 86 متساويين في عدد الأصوات، لجنة 23 يمكن فرق قريب جدا لكابتن أحمد سليمان، أيضا لجنة 2 فرق 3 أصوات لكابتن أحمد سليمان، لجنة 171 كابتن المستشار مرتضى منصور يمكن مكتسح فيها بشكل أكبر. عشان كده لسه ما فيش أي حاجة أو أي مؤشر ظاهر، ما زالت العملية ساخنة جدا فيها الأصوات والإدلاء. لكن الشيء الاكبر كابتن شوبير ان احنا في اجواءنا داخل اللجان لاحظنا ان في يعني اصوات باطله كتير جدا، لان الورقه كمان كبيره قوي يا خالد، الورقه بتاعت الجديده او الحديثه كبيره جدا بشكل غريب، يعني مظبوط تلخبط اي حد.
مظبوط، يعني يمكن الورقه كابتن شوبير بيتواجد فيها اعتقد 67 مرشح، يعني حتى انا من حديثي مع بعض الاعضاء في نادي الزمالك اتكلمت معاهم عن شايفين العمليه الانتخابيه ازاي والتصويت، اتكلموا على ان الورقه كبيره جدا بيتوهوا عشان يلاقوا الاسماء بسهوله، بياخدوا وقت كبير جدا عشان يصلوا الى الاسماء، فدي كانت شويه عامله ربكه للمتواجدين وده اللي خلى في اصوات كتير باطله. انا من حديثي مع بعض المستشارين اللي بيشرفوا على اللجان المتواجده اتكلمت معاهم في ليه في اصوات كتير باطله، ليه في اوراق كتير بيتم استبعادها من التصويت، لان في ناس بتبقى شاطبه، في ناس عامله كذا علامه، في ناس بتبقى شاطبه علامه اكس على الورقه كلها بالكامل، فبالتاكيد هناك اصوات كتير جدا باطله، وده الشيء اللي يمكن كل الناس بتتكلم فيه هنا ان كلهم بيتكلموا ليه في كل كم الاصوات الباطله دي. طب خالد بالنسبه لباقي بالنسبه لباقي المناصب هل بدات تظهر يعني ملامح لمنصب نائب الرئيس، ملامح لمنصب امين الصندوق، هل في فروقات ولا برضو النسب متقاربه؟ يعني مش هقدر اقول لكابتن شوبير بعض الاسماء اللي يمكن ممكن تكون متفوقه نسبيا، ولكن ممكن اقول لكابتن شوبير ان القائمه للمستشار مرتضى منصور اللي بيصوت للمستشار مرتضى منصور بتكون القائمه كامله بشكل كبير جدا، ولكن لكابتن احمد سليمان بتكون القائمه مش كامله، بيكون ممكن كابتن احمد سليمان والاستاذ هشام نصر وباقي الاعضاء بيكونوا متفرقين بين اسماء مختلفه، لكن المستشار مرتضى منصور اللي بيدلي صوته للمستشار منصور بيكون بشكل كامل القائمه كامله. طيب هل يعني في انباء عدد الحضور كام؟ لانه شفت زحام يعني رهيب جدا في انتخابات نادي الزمالك، قد يكون رقم قياسي بالنسبه لانتخابات في يوم واحد يا خالد. الارقام يا كابتن شوبير يعني طبعا لسه ما تمش الاعلان عنها، لان هيتم الاعلان عنها بعد انتهاء عمليه الفرز عشان يتاكدوا من عدد الحضور بنسبه 100%، ولكن حتى الان يعني خلينا نقول كابتن شوبير ان هي بتقارب لل 40,000 45,000 من اعضاء الجمعيه العموميه، ده اللي كان يعني في حديثي مع بعض الاشخاص ومن مع بعض المستشارين سالتهم بالتقريب، هم طبعا مش هقدر اقول لك رقم ثابت لان بالتاكيد ده بيظهر بعد الفرز، ولكن هو قرابه ال 40,000 45,000. هل كانت هناك شكاوى من المرشحين على سير العملية الانتخابية طوال اليوم؟ بالتاكيد كابتن شوبير يعني كان في بعض الشكاوى بالنهار ظهرت، ويمكن ده ظهر بالتاكيد على السوشيال ميديا من بعض الاشياء اللي حدثت داخل نادي الزمالك، ولكن يعني منذ الساعه تقريبا الرابعه عصرا كانت الاجواء هادئه تماما، كان العمليه بتسير بشكل جيد وما كانش فيها اي مشاكل، والمرشحين المتواجدين كان المندوبين متواجدين امام المنصه بعد غلق الابواب، والمرشحين المتواجدين ايضا معنا داخل المقر الانتخابي كلهم بيلفوا على اللجان وبيتابعوا العمليه عملية الفرز بشكل دقيق جدا، وما ظهرش اي شيء ملفت للانتباه في التوقيت الحالي كابتن. طيب هل يعني قدامنا وقت طويل عشان الفرز ينتهي، ولا تتوقع انه ممكن الملامح تظهر بعد قليل؟ يعني هو من كلام المستشار اللي هو بيشرف على العمليه الانتخابيه بالتاكيد كان اتكلم وقال في المايك داخل المقر الانتخابي ان هو كان بيطالب الناس بالخروج سريعا لبدء عمليه الفرز، وكان قال ايضا وذكر بنفس الكلمه كده قال يا جماعه الورقه بتاعه الانتخابات فيها عدد كبير جدا من المرشحين فهتاخد معانا وقت في الفرز، فعايزين نبدا الفرز بدري عشان نقدر نخلص بدري، ده كان من على لسان سياده المستشار بالتاكيد، ولكن يعني التقسيم اللي معموله في اللجان كابتن شوبير ممكن تسهل شويه وتكون اسرع شويه، لان طبعا هناك 10 مقرات كل مقر بيتواجد جواه 20 لجنه او 20 صندوق، الصناديق بيكون لكل صندوق 500 صوت، فبالتالي كل مستشار وكل مجموعه بتكون على صندوق، فممكن العمليه تبقى اسرع شويه مش هتاخد وقت كبير جدا، يعني من المتوقع انها تكون على خلال الساعه الثانيه صباحا او يعني باقصى حد الثالثه صباحا، لكن طبعا ده هيتم التاكد منه مع مرور الوقت ونشوف كم اللجان اللي انتهت، ولكن حتى انا كابتن شوبير يعني يمكن اللجان اللي انتهت من عملية الفرز ممكن لجنتين او ثلاث لجان حتى الان. من 200 لجنة يا خالد مش كده؟ مظبوط. عدد اللجان 200 لجنة، لكنه يعني بالنسبة لموضوع العضوية عضوية مجلس الادارة، انت قلت نقطة مهمة جدا، في ناس بتصوت للقائمة بالكامل وفي ناس بتختار، بتتوقع انه النتيجة هتفرز يعني مجلس خليط ما بين القائمتين؟
يعني بنسبه كبيره كابتن شوبير ده هيكون متوقع. يعني انا من رؤيتي للجان وعمليه التصويت واللي شفته داخل اللجان ما اعتقدش ان هيكون في لجنه كامله مقفوله من الرئيس لاخر عضو فيها، لا هيكون في خليط، ممكن يكون خليط قليل مش هيكون كبير، ولكن ده هيبان بقى في الساعات القادمه، لان طبعا بدايه الفرز ساعات بيكون في اصوات فارقه او بيكون في تساوي بشكل كبير جدا بين الاصوات، ولكن مع مرور الساعات ساعات بيكون في فوارق بقى متواجده في القوائم او في الاصوات اللي بيتم انتخابها. يعني خالد هنرجع لك بالتاكيد مره تانية، لكن لو في حاجه عايز تضيفها اتفضل. لا كابتن شوبير، يعني ده كانت كل الاجواء بالنسبه لنا من داخل المقر الانتخابي، وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان يكون في يعني في موضوع القوائم ده بالتحديد، يعني انا بستبعد بشكل كبير جدا من اللي شفته حتى الان ان يكون في قائمه كامله، ده شيء مستبعد، لازم يكون في حتى على الاقل اسم او اسمين متواجدين داخل قائمه احد المرشحين بالتاكيد. يعني بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا، وبالتاكيد حضرات الساده المشاهدين والمتابعين هيكون لنا اكثر من متابعه مع زميلنا خالد رزق كلما يعني تيسر الامر للقاء به من جديد. الحقيقه يعني بتمنى انه يعني تخلص بقى على خير، لانه الناس كلها كانت بتنتظر نتائج انتخابات نادي الزمالك. هناك بعض النتائج الاوليه في لجان التصويت على منصب الرئيس، لجنه 8، عدد الاصوات الصحيحه 86، مرتضى منصور 32، احمد سليمان 32، عمر هريدي 4 اصوات، لجنه 16 مرتضى منصور 33، احمد سليمان 16، عمر هريدي صوت واحد، لجنه 7 مرتضى منصور 34، احمد سليمان 42، عمر هريدي 2، لجنه 11 مرتضى منصور 41، احمد سليمان 24، عمر هريدي 0، لجنه رقم 3 22 صوت لمرتضى منصور، 22 صوت لاحمد سليمان، وده بيؤكد انه الانتخابات ساخنه جدا وانه المنافسه محتدمه. سننتظر ونرى حتى نهايه اليوم. اقف معايا كده بس يا احمد على الورقه يا جماعه، ده صعب قوي، صعب جدا. يعني طبعا كل واحد من حقه انه يترشح، وكل واحد من حقه انه يعني يتمنى يكون عضو في نادي الزمالك بما بقيمه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك، لكنه انا هختار ازاي؟ ده لو جبت والله واحد معاه دكتوراه هيغلط. يعني صعب قوي كمان حتى يعني الجهه الاداريه فيما بعد يبقوا يخلي بالهم شويه. يعني ده راجل ماسك جورنان، ماسك جورنان بيدور منه على بعض الاسماء عشان ينتخبها. يعني اتمنى انه كل الامور دي بعد كده تنتهي على خير، يعني نتمنى ان شاء الله الاصلح لنادي الزمالك في الفتره القادمه. خلاص بقى ما فيش ما يدعو ان احنا نقول اسماء الساده المرشحين، لكن لفت نظري الاصوات القليله جدا اللي حصل عليها السيد عمر هريدي المرشح الثالث لمنصب الرئيس. يعني في صناديق بلا اصوات، صناديق صوت، صناديق صوتين. يعني الانتخابات بيبقى لها استعدادات وبيبقى لها يعني ترتيبات بشكل جيد، لكنه كل واحد زي ما انا قلت من حقه انه يعني يجرب وانه يخوض التجربه، وفي النهايه ربنا يولي الاصلح باذن الله بالنسبه لنادي الزمالك. فهذه الانتخابات الساخنه جدا جدا جدا، والتي شهدت بعضا من الاحداث لم نكن نتمنى ابدا ان نراها في صرح كبير زي نادي الزمالك. طيب خليني اروح للنادي الاهلي، وحبدا على طول بتصريحات بيتسو موسيماني من المؤتمر الصحفي وارجع لاني عايز اعقب كده. طيب مبدئيا كلام بيتسو موسيماني النهارده متغير، احسن، اهدأ، تو ذا بوينت. طبعا هو بيقدر النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي بيقدره، هذا الامر ما فيش فيه كلام. يمكن كان الخلاف انه الراجل بعد احد مباريات الدوري العام لما اتكلم في العقد وحاجات كده ما كانش ليها لازمه في هذا التوقيت، مع البيان بتاع الشركه اللي بتدير اعماله ان هم مش هيتكلموا للاعلام. هو الراجل طبعا بيتكلم لانه عنده مباراه بكره في كاس العالم للانديه، فطريقه الكلام نفسها حتى تحس ان الناس ايه مبسوطه من هذا التناول وهذه الطريقه. يعني هو بيتساءل كم مره باريس سان جيرمان او 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 او، وهو التساؤل منطقي. حد يقول لك وانت هتقارن مثلا بطل افريقيا ببطل اوروبا؟ هي القاره اللي احنا بنلعب فيها،
هو يعني لما نكسب في افريقيا واخد البطولة ما ده شيء لازم تحييني عليه وشيء لازم تشكرني عليه ان انا موجود مع حضرتك في كأس العالم للأندية اكبر مسابقة للأندية في العالم. بصرف النظر بقى انها فيها طابع تكريمي فيها طابع تشريفي فيها طابع تنافسي لكنه في النهاية كل قيادات الكرة في العالم موجودة. فبالتالي اما براوة انه فرقة تكسب بطولة افريقيا ايا كانت هذه الفرقة لما تبقى هذه الفرقة او يكون هذا الفريق من مصر يبقى شيء عظيم. لما يبقى الموسيماني هو النادي الاهلي اللي بيدربه تبقى شيء اعظم اكيد. يعني كلها حاجات محسومة يعني. فطريقة كلامه النهاردة حتى لما اتكلم عن النادي الاهلي قال الاهلي اكبر مني واكبر 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 ومنطقي طبعا. الاهلي او اي نادي هو اكبر من اي مدرب اي نادي حتى لو كان هذا النادي صغير لكن دايما الاساس هو النادي يعني. فبالك انت بتتكلم على النادي الاهلي يعني. لا تشكيك في قدرات موسيماني لكنه قال كلمة محترمة جدا. قال لك النقد طبعا جوارديولا بيتم نقده وريال مدريد والبايرن ميونخ فالطبيعي جدا ان احنا ننقد جانب فني. قلت الكلام ده امبارح وبكرره النهاردة وهكرره تاني مش مع موسيماني بس مع كل المدربين. بننقد جانب فني لما بتبقى كويس قوي بنقول عليك هايل ورائع. لما بيبقى فيه اخطاء بنقول عليك فيه اخطاء بنقول لك فيه اخطاء كذا 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 والطريقة والحدوتة خاصة بيبقى معاك خبراء في كرة القدم. لكن لما تسألنا عن مباراة الاهلي والهلال بكرة اقول لك مباراة صعبة 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 جدا. اولا الظروف اللي وضع فيها النادي الاهلي هي ظروف قهرية او زي ما بيسموها كده بالانجليزية الفورس ماجير القوى القاهرة. يعني انك بتحرمني من ستة او سبعة او تمانية من لاعيبة الاصابة دي مش مسؤول عنها حد لكن النظام او التنظيم مسؤول عنه الجهة المنظمة اللي هي مين الاتحاد الدولي. فالاتحاد الدولي اساء تماما اختيار التوقيت لإقامة هذه البطولة اساء تماما. كان يجب تأجيلها من 3 إلى 4 أيام يرجع لعيبة النادي الأهلي يرجع لعيبة مونتيري اللي كانوا بيلعبوا مباراته لأنهم كلهم كانوا موجودين قبل المباراة ب 24 ساعة إلا لعيبة النادي الأهلي اللي جم بعد ما الأهلي خلص المباراة الأولى. فسوء اختيار التوقيت ده كان شيء الحقيقة عجيب جدا وغريب. وأنا لما يعني أنا لسه راجع النهاردة من أبو ظبي وقابلت ناس كتير جدا من الفيفا يعني. ولما سألتهم دون ذكر اسماء يعني قالوا لي كان عندنا يقين انه سيتم تأجيل كأس افريقيا ولكن كانت هناك ضغوط كبيرة من دولة الكاميرون يعني احتضان البطولة وده حقهم الطبيعي بصرف النظر اننا ما كناش مثلا راضيين عن حاجات في التنظيم او في الملاعب او لكنه بتصور انه خطأ كبير جدا انه بتحط بطولتين في نفس التوقيت لانك ما بتقدرش ابدا تيجي على الفرق الاوروبيه او امريكا الجنوبيه. غير انه تصاعدت دلوقتي نغمه وهي نغمه جميله مش نغمه نشاز نغمه مقبوله جدا انه لا بقى قصه انه بطل اوروبا يتاهل وبطل امريكا اللاتينيه يتاهل او امريكا الجنوبيه يتاهل مسبقا لا فلا بمعنى لا يعني. فدي كمان بدات تتاخد في الحسبان. في الهلال السعودي تقدموا باحتجاج رسمي في النادي الاهلي بيتسو موسيماني اتكلم اكتر من مره يعني. ده بالنسبه للتنظيم يعني. بالنسبه لفرقه النادي الاهلي وده اللي يهمكم طبعا محمد الشناوي اصلا خارج القائمه وهو يعني بيستميت. انا اعتقد الشناوي دلوقتي داخل في عدى 3 أسابيع قولوا لي تاريخ مباراه كوت ديفوار بالظبط كان امتى لانه الاصابه انا قلت لحضراتكم هتاخد من شهر الى شهر وخمس ست ايام يعني. فبيستميت انه يلحق بمباراة الهلال الانطلاقة الاولى في السودان باذن الله امام هذا الفريق الذي نحترمه ونقدره. يبدو ان الاهلي عليه استطلاع هلالين هلال السعودية وهلال السودان والاثنين لهم كل الحب ولهم كل الود ولهم كل المعزة في قلوبنا لكن احنا كل املنا النادي الاهلي يفوز لانه لما بتبدأ بفوز يبقى حاجة جميلة. الإصابة بتاعت محمد الشناوي كانت 26 يناير حط 5 أيام آخر يناير وبعدين حط 11 يوم يبقى أنت بتتكلم في 16 يوم. أنا تصوري أنا صعب تصوري أنا صعب بس الشناوي بيبذل المستحيل يعني. هنشوف إيه اللي هيحصل يعني. إصابة بيرسي تاو لن يلحق مباراة الهلال قولا واحدا يعني
بيرسي تاو مش موجود في مباراه الهلال. بيرسي تاو كان عنده قطع في المزق كده، كان عنده قطع فبياخد وقت هو كمان، فهنشوف الدنيا بالنسبه للشناوي شكلها ايه. الشناوي كان فاجئنا بعد مباراه ليبيا بعد ما الجميع تاكد انه مش هيلعب مباراه ليبيا الثانيه، الا انه تحامل على نفسه وعاد سريعا من الاصابه ولعب المباراه. هل يكررها؟ هل يفعلها في مباراه الهلال؟ المهم ان ما يكونش في حاجه تؤثر على المستقبل معاه. الشناوي برضو عنده منافسه عنيفه جدا في المنتخب مع محمد ابو جبل اللي اثبت وجوده بقوه، وحراسه مرمى منتخب مصر شرف ما بعده شرف. لكن انا لدينا كل الثقه في علي لطفي، في مصطفى شوبير، في حمزه علاء، في مصطفى مخلوف، كلهم حراس صاعدين، ويعني عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيهم. المباراه امام نادي الهلال السعودي مباراه صعبه، هأجل الكلام الفني في وجود كابتن احمد حسن نجم منتخبنا الوطني يعني لسنوات طويله جدا، واكثر من شارك في بطولات افريقيه وحمل الكاس الافريقيه اكثر من مره، سواء ككابتن او حتى مش كابتن، لكنه كان يعني من النجوم الكبار اللي شاركوا من 98 في هذه البطوله، و2006 و2008 و2010 يعني. على الجانب الاخر رامي ربيعه نجم النادي الاهلي ليه تصريحات، تعالوا نشوفها. نشوف الكابتن رامي ربيعه قال ايه في تصريحاته النهارده. وانا بحيي رامي لحاجتين. الحاجه الاولى انه البطوله اللي فاتت لو تفتكروا اصلا موسيماني ما كانش حاطه في القايمه، سافر من غيره، ما يقس، اشتغل، موت نفسه، انتحر في العمل عشان يبقى موجود، ولما بقى موجود خد رجل المباراه الاولى. وده درس الحقيقه نتعلمه، ودرس رامي قدمه لكتير جدا من زملائه. نشوف كابتن رامي ربيعه. من أدم التوفيق للنادي الاهلي في مواجهته الصعبه غدا مع الهلال السعودي، مباراه صعبه على الطرفين، على الفريقين، سواء على النادي الاهلي او على نادي الهلال. خلينا نعود من جديد الى انتخابات نادي الزمالك. نتيجة لجنة 129 فرق كبير لصالح مرتضى منصور على حساب أحمد سليمان، 147 لمرتضى منصور مقابل 102 لأحمد سليمان. لكن خلينا نروح تاني لزميلنا العزيز خالد رزق في هذا اللقاء مع سيادة المستشار سيد نصر المشرف على اللجنة القضائية التي تدير هذه الانتخابات. اتفضل يا خالد. برحب بيك يا كابتن شوبير، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. ما زلنا متواجدين داخل المقر الانتخابي بنادي الزمالك، وخلينا نرحب بمعالي المستشار سيد نصر وهو المشرف العام على العمليه الانتخابيه لنادي الزمالك. برحب بسيادتك على قناه اون تايم سبورتس فندم. بنتكلم النهارده عمليه انتخابيه شهدت حضور كبير جدا، فخلينا نعرف من حضرتك اكتر عدد اللجان اللي تم انتهائها دلوقتي وعدد الاعضاء اللي حضروا. اهلا بون تايم سبورت، واهلا بالكابتن شوبير. العملية الانتخابية بدأت من التاسعة صباحا بفتح صناديق واستقبال الناخبين. الإقبال كان قبل صلاة الجمعة كان برضو مقبول إلى حد ما، بعد الصلاة ازدادت الأعداد بشكل ملحوظ، يعني حصل ما يعكر صف مشادة بين أنصار بعض المرشحين، وصلت إلى حد التماسك او التشابك بالايدي. تدخل الامن على الفور وفض هذه المنازعه، واستقرت الامور بعد كده. ابتدت العمليه الانتخابيه والفرز والادلاء بالاصوات لغايه الساعه 7، تم قفل الباب الرئيسي واستكمال الادلاء بالاصوات بالنسبه للناخبين اللي هم داخل السرادق او المجمع الانتخابي. انتهت عملية الإدلاء بالأصوات، وكان في عدد كبير جدا من الناخبين والمرشحين داخل المجمع الانتخابي، كان بيعوق استكمال أو بداية عملية الفرز. فطلبنا من الأمن يخرج الناس دي كلها، ولما ابتدوا يخرجوا استمر عمل اللجان في الفرز، واللجان الفرعية اشتغلت دلوقتي، وفي بعض اللجان خلصت لكن الغالبية العظمى لسه بتفرز. معالي يعني سؤال، هل في احد المرشحين يعني تم التحدث معك وقال لك ان احنا في ظلم في العمليه الانتخابيه او في اي اعتراض من قبل؟ هي دايما بتلاقي اعتراضات ان في دعايه بتتم من جانب مرشح معين وبيستاثر ببعض المزايا دون الاخرين،
وبرضه من الناحيه الثانيه يقول لك ان هم بيعملوا دعايه داخل المجمع الانتخابي، فهي اتهامات متبادله ودي بتحصل في يعني في كل الانتخابات. هل النموذج بتاع الترشيح او المتواجد فيه المرشحين، حضرتك كنت ذكرت على المنصه ان الورقه فيها عدد كبير من المرشحين فهياخد وقت كبير في فرز الاصوات، طبعا بتاخد عشان ترصد كل الاصوات بدقه وكل واحد ياخد حقه، دي بتاخد الورقه لانها في عدد كبير جدا من المرشحين، يعني العضويه يمكن 38 عضو غير تحت السن غير امير الصندوق ونائب الرئيس والرئيس، في عدد ورقه كبيره جدا يعني، ودي هتستغرق بعض الوقت في الفرز. يعني تقريبا كان ممكن الفرز ينتهي على امتى ويتم الاعلان امتى؟ يعني ممكن على الساعه 2 ممكن او بعد 2 حسب يعني سر التصويت او سر الفرز. لو اتكلمنا برضه يا فندم على ان هناك يعني اصوات باطله كتير جدا في لجان عديده كنا رصدناها اثناء تجولنا داخل اللجان، رؤيتك ليها ايه او هل بالفعل بتوجد؟ لا لغايه دلوقتي ما انا ما شفتش نتائج الفرز او فما اقدرش اتكلم في الاصوات الباطله ايه، لكن ممكن اعزي ذلك الى كثره عدد المرشحين، يعني يقول لك اختار سته ممكن يختار خمسه ويسكت او يختار سبعه يغلط في العدد، لان الورقه كبيره جدا يعني من اكبر الاحجام اللي انا شفتها في انتخابات الانديه، ورقه كبيره بشكل ملحوظ. خلينا نفهم مشكور جدا على اللقاء دوت ويعني التوفيق. اهلا بيكم كابتن شبير، اتفضل يا بني. يعني كابتن شبير ده كان لقائي مع معالي المستشار سيد نصر وهو المشرف العام على العمليه الانتخابيه بنادي الزمالك وحديث عن ما دار على مدار اليوم في العمليه الانتخابيه. كابتن شبير نعود اليك مره اخرى، كابتن اتفضل. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. اللي انا قلته يعني نفسه اللي انا قلته سياده المستشار سيد نصر بيقول نفس الكلام انه الورقه كبيره جدا، بيقول اكبر الورقات اللي انا شفتها في حياتي، قلت جرنان كامل يعني. بس هبقى ارجع تاني لخالد اساله هل البطلان جزئي؟ يعني بطلان في الرئاسة مع نائب الرئيس أمين الصندوق العضوية، ولا اللي بيصوت غلط في الرئاسة مثلا بتبقى الورقة كلها باطلة؟ يعني في النادي الأهلي كان البطلان جزئي، يعني ممكن تصوت في الرئاسة صح والعضوية فتبطل العضوية لكن الرئاسة تمشي أو العكس، فهبقى أسأله السؤال ده. خلينا ننتقل من نادي الزمالك ومتعوبة إلى أبو ظبي و النادي الاهلي والزميل العزيز ابراهيم عمر عبد الخالق المتواجد هناك لتغطيه هذا الحدث الكبير. ابراهيم مساء الخير عليك، يا ترى اخر الاخبار احمد عبد القادر، الاصابات، التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي في هذا اللقاء الهام والصعب للفريقين الاهلي او الهلال؟ كابتن شبير تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان من امام مقر اقامه النادي الاهلي واخر اجواء والكواليس يا كابتن شبير، وهبدا لحضرتك يعني بتشكيله النادي الاهلي بكره ان شاء الله هتكون بنسبه 90-95% ان لم تكن 100% كابتن شبير بكره ان شاء الله. في حراسه المرمى علي لطفي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد دهاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول، حمدي فتحي وعمرو السليه واليو ديانج، احمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف، وممكن عبد القادر يكون ورقه كابتن شوبير على الدكه وممكن يبدا بطاهر محمد طاهر. يمكن ايقاف محمد مجدي قفشه الانذار الثاني وايقاف ايمن اشرف لحصوله على الطرد في مباراه بالميراس يمكن اعطى هو اللي خلى التشكيل بالشكل ده كابتن شوبير. انت ما عندكش حلول ثانيه، انت ما عندكش غير اللعيبه دي وما عندكش غير اللعيبه هي في اماكنها اللي هو بس يا ابراهيم اللي عايز اساله قصه احمد عبد القادر يكون ورقه، هل هيكون ورقه لانه مصاب ولا لجانب تكتيكي من بيتسو موسيماني؟ لا كابتن شوبير هتبقى جانب تكتيكي، يعني احمد عبد القادر النهارده كان موجود في التمرين وكان متواجد في التمرين وشارك بقوه في التمرين النهارده واحنا موجودين وحاضرين، وامبارح برضه يا كابتن شوبير يمكن تحس النادي الاهلي من المرات القليله جدا اللي يكون خالي من الاصابات، ولو في حاجه يا كابتن شوبير ما يعني ممكن تحسبها ايه؟ لا حاجه خفيفه قوي يا كابتن شوبير، حاجه خفيفه قوي اللي هو تعدي ممكن مثلا اللي هو تدليكه
مثلا ايه هتاخد مثلا مسكن ولا حاجه في اللي هو تلعب، بس مش الحاجه المؤثره كابتن شوبير اللي هي تخلي اللعيب يطلع بره المباراه كابتن شوبير. يمكن تمرين النهارده ابو سيماني النهارده هو اللي بدا التمرين، رجعنا من المؤتمر الصحفي على طول على ملعب التدريب هنا يعني بجانب مقر الاقامه هنا في الكريكت كابتن شوبير، وبدا التمرين الاول بمحاضره كالعاده طبعا بمحاضره مع اللعيب، الراجل بيحب يتكلم معاهم كتير، وهو بدا التحضير للمباراه دي يا كابتن شوبير بعد انتهاء مباراه الهلال وتشيلسي على طول. يمكن الجهاز الفني كان متقسم جزء تبع المباراه بالملعب وجزء تبعه من مقر الاقامه، وبدا على طول اجتمع بالجهاز الفني وبدا على طول التحضير للمباراه اللي هتكون قويه جدا 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 يا كابتن شوبير. تحسبها بقى زي ما تحسبها سوبر مصري سعودي، ديربي مصري سعودي، يعني تحسبها طبعا زي ما هي هنا واحنا متواجدين، هي انت هتلعب على الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه، واول مواجهه للنادي الاهلي والنادي الهلال السعودي في كاس العالم للانديه، في المواجهه صعبه جدا جدا جدا، هتشوف مواجهه صعبه جدا على الخط ما بين المديرين الفنيين، مواجهه ما بين اللعيبه، وايضا مواجهه ما بين الجمهور اللي هيكون موجود بكره ان شاء الله في استاد النهيان، استاد ملعب الوحده بكامل الساعه كابتن شوبير. يمكن النهارده كمان كان في اتفتحت التذاكر عشان الساعه الكامله كابتن شوبير، الاول كان متحدد حوالي 70-65% او 75% 80% مساله التباعد، لكن النهارده تم فتح 80% بالظبط، وتم فتح الاستاد الساعه بالكامل النهارده، ونزل التذاكر النهارده والجمهور دخل حجزها، فهنشوف ان شاء الله مباراه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تطلع فيها روح رياضيه، تطلع مباراه جميله نستمتع بها كلنا ما بين اكبر فريقين في الشرق الاوسط، نادي الاهلي بالتاكيد نادي القرن ونادي الهلال السعودي. بشكرك ابراهيم، شكرا جزيلا، نتمنى ان شاء الله واحنا بنكلمك بكره نكون بنبارك للنادي الاهلي حصوله على الميداليه البرونزيه، وبنبارك للفرقتين عرض جميل. النهارده كان في بيان او في اجتماع وفد النادي الاهلي في اجتماع الخاص بمباراه تحديد المركز الثالث، الاهلي رفع للفيفا 4 نقاط هامه جدا وكانت مهمه، يعني قال لك في يعني عبر عن عمق العلاقه التاريخيه تربط بين النادي الاهلي وشقيقه نادي الهلال السعودي، وان ما بينهما من اواصر حب وارتباط اخوي اكبر من نتيجه مباراه، ومباراه الغد ما هي الا جوله في اطار المنافسه الشريفه. الاهلي اتكلم في 4 نقاط، لو تفتكروا امبارح انا قلت لكم الاهلي بدا يعترض رسميا. اول حاجه قال لك انا صاحب الرقم القياسي المشاركه في هذه البطوله 7 مرات، النقاط الاربعه الافضليه اللي للانديه الاوروبيه وانديه امريكا الجنوبيه، وهو امر لا يحقق العداله بل ينسف مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه. النقطه الثانيه انه الاهلي فقد 9 من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كاس العالم للانديه بالتزامن مع كاس الامم الافريقيه، وامر لم يكن بمقدور الفيفا ان ينفذه لو كان ده يتعلق ببطوله الامم الاوروبيه. النقطة الثالثة الانذارات، ودي نقطة مهمة محدش كان واخد باله منها، بحي عليها وفد النادي الاهلي. قال لك اللعيبة بتاخد انذار وبتلعب ماتش تاني تاخد انذار زي مثلا قفشة فبيتوقف. في المقابل لعيبة امريكا الجنوبية ولعيبة اوروبا يعني بيلعبوا مباراة واحدة. فمش هيتوقف ايا كان، عمره ما هيتوقف الا اذا طرد يعني. فبرضو امر كان مهم جدا. قال لك من الممكن الانديه بتفقد لاعبتها اللي حصلوا على انذارين زي ما حصل مع قفشه، وبطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا ما عندوش مشكله، يعني كان يجب مراعاه ده بالنسبه للحته العقوبات. النقطه الرابعه خاصه بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والاخطاء اللي بيرتكبوها زي ما حصل من وجهه نظر اداره الاهلي في مباراه الاهلي وبالميراس. اتكلموا في نقاط هامة جدا وبيسموها كده بالانجليزي كريتيكال جدا جدا جدا، وبتصور انه يعني لابد ان يتم النظر ده، خاصة ان نادي الهلال السعودي كمان قدم طلبا رسميا انه البطولة كده غير عادلة. بنسمع طبعا انها من السنة اللي جاية هتتغير، تبقى 24 نادي في 3 من افريقيا وفي 3 من اسيا وفي 10 من اوروبا، بنسمع الكلام ده. كان مهندس خالد مرتجي وكابتن حسام غالي وكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي والاستاذ ماهر عبد العزيز الاداري واحمد الطوخي مسؤول التسويق وحنان الزيني مدير اللوائح واللواء علاء صلاح المسؤول الامني، كل دول كانوا موجودين في الاجتماع.
وانت دايما مضى حق وراءه مطالب يعني. فجميل النادي الاهلي عمل ده. خلينا نخرج من الاهلي ونعود من جديد الى الزمالك، لكن هذه المره للجانب الفني، ونروح نشوف باتريس كارترون قال ايه في المؤتمر الصحفي استعدادا لافتتاحيه مباراه الزمالك في دوري الابطال الافريقي في المجموعه. وكل الامنيات للزمالك بالفوز، تكون بدايه قويه ومدويه، وفوز هام جدا وثلاث نقاط ان شاء الله تكون بدايه لمسيره موفقه للزمالك في البطوله الافريقيه. نشوف ونرجع. فرقة حتعوض فيها طارق حامد، صعب جدا. طارق حامد بقاله سنين كتيره بيلعب باستمراريه في المركز ده. طارق حامد من يعني من احسن اللعيبه اللي بتقطع الكوره في موجوده عامه، بس هو حاليا عنده مشكله في ركبته وبيتحسن منها، ويعني وهيرجع تاني قريب ان شاء الله. بس في لعيبه كتيره موجوده ممكن تلعب في المركز ده، موجود عندنا في السكواد بتاع الفرقه. هو بالعكس هو شايف ان دي حاجه مفيده جدا، يعني حاجه تدي حماس لينا وللعيبه، ان انت يبقى عندك تارجت في وقت قصير. انت الشامبيونز ليج بيخلص تقريبا اخر مايو، فعندك ماتشات مهمه وماتشات كبيره، ماتشات تلعب لها بكل ايجابيه وبكل حماس في وقت قصير، فدي حاجه مفيده مش حاجه مضره. لا طبعا هي دي ملهاش دعوه بيه، هي بكاس الرابطه لعبنا يعني بمجموعه كبيره من الناشئين، وكانت مفيده لنا ان احنا نقف على مستوى ناس كتيره من الفرقه ما كانتش بتلعب، او مستوى الناشئين، ونعرف هم ناقصهم ايه ونشتغل عليه. طبعا مش يعني مش مع عوده الناس اللي بتلعب اللي كانت بتلعب في المنتخب زي ابو جبل والونش وفتوح ومحمود علاء وزيزو وبن شرقي ولعيبه تانية وامام عاشور ولعيبه تانية كتير، الفرقه طبعا تبقى مختلفه، الفرقه تبقى اقوى من كده بكتير، بس لكن ده مش هياثر على ده. هو قبل كده كانت الليسته الافريقيه، القائمه الافريقيه بتبقى مثلا 30 لعيب، فلو مش من عندك 4 5 تبقى اتزنقت في عدد اللعيبه اللي ممكن تلعب. السنه دي الكاف عامل حاجه كويسه جدا ان هم 40 لعيب في القائمه، فبالتالي مهما كانت لعيبه مشيت او لعيبه جت او غيرت في الفرقه، 40 لعيب ده كافي جدا ان هو يعني يبقى في لعيبه كتير تقدر تستخدمها، وفي ناشئين كتير موجودين فيها لو اي وقت احتجت اي حد فيهم هم متأيدين افريقيا. كل التمنيات بالتوفيق لنادي الزمالك باذن الله في بدايه مشواره. خلينا نطلع كمان الى الكاميرون بعد ما كنا بنروح عشان نتابع منتخبنا الوطني، الان نادي المصري في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ولقاء في غايه الاهميه. هنروح لسيادة النائب حسن عمار نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ويكلمنا عن هذا اللقاء، لكن لحد ما يجي سيادة النائب حسن عمار خلينا نروح لكابتن إيهاب جلال ومباراة بيراميدز مع أهلي طرابلس، لأنها برضو من اللقاءات الهامة وافتتاحية يعني البطولة بالنسبة لفريق نادي بيراميدز. وعلى فكرة وصل إبراهيم توري اللي لعب مع بوركينا وكان بيقدم عروض جيدة وصل إلى القاهرة. نشوف كابتن إيهاب جلال ووليد الكارتي ونرجع تاني. ما زال هناك أزمة في خط الهجوم، يعني فخر الدين بن يوسف يبقى موجود برضو خارج التشكيل، محمود وادي يتألق ويظهر بصورة جيدة ويحرز أهداف يتصاب، ما زال هناك أزمة في المركز. والله في العدد ممكن، لكن أمل أن محدش يتصاب تاني. احنا جبنا فخري لكاي وبيتقال عليه فجري أو فخري، ولعيب جاي جدا إن شاء الله يساعدنا، وعندنا ابراهيم وعندنا اسلام وعندنا رمضان رجع، يعني عندنا برضو عدد وعندنا بعض اللعيبه ممكن نستعملها في الاماكن دي، لكن العدد مقبول حتى الان. لكن طبعا عدم وجود فخر ووادي هيخلينا نلعب باشكال مختلفه شويه عن اللي كنا ممكن نلعب بيها وهم موجودين، لكن يعني وسط الملعب موجود والديفنس الحمد لله، يعني كان محمد حمدي مصاب ورجع، وحسين نفس الكلام، يعني حتى الاصابات الحمد لله الفترة اللي فاتت دي استغلنا يعني الوقت في ان احنا نعالج الناس ويعني ونجهز بعض الناس، لكن لسه فخر وادي اعتقد ان الاسبوع الجاي ممكن ينزلوا معنا ان شاء الله. احنا بنلعب ان احنا نكسب ان شاء الله، ونامل ان الظروف يعني ربنا يساعدنا فيها وتبقى يعني نلعب في ظروف جيده يعني. ان شاء الله احنا مركزين لهذه المباراه الاولى كتبقى مفتاح ديال الكونفدرالية باش تسهل لك المأمورية بالمقابلة اللي جاية. احنا كما كتعرف لاعبين المباراة داخل الملعب ديالنا خصنا ضروري نحققوا 3 نقاط باش ان شاء الله ندخلوا الماتش ديال البطولة، وكيف ما كيعرف الجميع في هذا العام النادي بيراميد ان شاء الله غينافس على الكونفدرالية والبطولة المصرية ان شاء الله. كابتن إيهاب جلال بقى معاكو، ابرز التعليمات اللي قالها لكم، اكيد موسم شاق وموسم طويل، اكيد في احداث كتير. بطبيعة الحال الدوري كيبقى دوري اللي طويل مع التوقفات اللي كتجي
بحال كاس افريقيا واللي ضاد فيفا. حنايا غنبقاو مركزين، عندنا هدف ديالنا هو ان شاء الله ما نخرجوش خاوي الوفاض هذا الموسم، ونحرزوا شي لقب لهذا النادي اللي كيستاهل في الحقيقه يكون عنده القاب ان شاء الله. كل التمنيات القلبيه لنادي بيراميدز، ان شاء الله بتكون البدايه سعيده وبفوز على نادي اهلي طرابلس، مباراه على فكره في غايه الاهميه، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في نادي بيراميدز وكابتن ايهاب جلال. مباراه اللي اقيمت النهارده من دور المجموعات، النجم الساحلي تعادل على ملعبه مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري بدون اهداف. مامورد سان داونز سيمبا ثواني كان سجل هدف من الدقيقه 8 وحافظوا عليه حتى النهايه، 1-0 على الهلال السوداني. الوداد الرياضي المغربي على ساجرادا اسبرانسا الانجولي 3-0. مباراه الغد ترجي مع جوانينج جالاكسي من بوتسوانا، زمالك مع بيترو اتلتيكو الانجولي، حريه الغيني مع وفاق رياض سطيف الجزائري، والرجاء المغربي مع امازولو من جنوب افريقيا. هذا كل ما يخص دوري الابطال. سالنا على موضوع البطلان في انتخابات الزمالك، طلع البطلان كلي، وده ظلم. واحد بيمسك ورقه ولا امتحان الكيمياء زمان، انا بقول الكيمياء ما كنتش بحب الكيمياء بصراحه، يعني كنت يعني ما كنتش بحبها، فكان اصعب امتحان بالنسبه لي يعني. وبعد كده كمان تعمل له بطلان كلي، يعني لو علم حاجه غلط بس فوق او حاجه غلط تحت، المرشح سواء على الرئاسه او نائب الرئيس او امانه الصندوق او العضويه بيخسر. يا جماعه مش معقول، والله العظيم ما معقول، مش معقوله. شفتهاش انا فاكر انتخابات امريكا بيعملوا الكونجرس مع مش عارف الرئاسه مع مش بالشكل ده، يعني حاجه صعبه. يعني عموما خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي في المرحله القادمه، وزي ما قلت لكم بنتمنى كل التوفيق للجميع ان شاء الله. المهم هو صالح الرياضه المصريه. زي ما شفنا باتريس كارترونا، اقول لكم قال ايه الكسندر سانتوس المدير الفني لنادي بيترو اتلتيكو، قال عايزين نفوز، عندنا عقليه جيده، بنلعب بشكل جماعي، بنلعب كويس، انا عارف ان انا بلاعب منافس خد اللقب 5 مرات لكن واثق في فرقتي. وقال الزمالك عنده مجموعه مميزه، مش عارف موقف اللاعبين الدوليين في الزمالك من المشاركه ولا لا، وقال انه ضغط المباراه بقى سمه دلوقتي، انه تشيلسي لعب من اسبوع في انجلترا وبعدين سافر للامارات لخوض كاس العالم للانديه، قال المجموعه صعبه، الزمالك والوداد من اقوى الفرق، وقال ان احنا بنتمنى ان احنا نتاهل. خلينا نروح الى النادي المصري في متابعه لكل الانديه المصريه، نروح للسيد حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم النادي المصري. مساء الخير يا سياده النائب، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن احمد، اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ طمنا عليك. والله الحمد لله، يعني الحمد لله امبارح وصلنا على دوالة، كنا طارتنا الساعة 10:09 الصبح. نعم. وصلنا هنا بعد رحلة 6 ساعات، واضطرينا طبعا للإقامة في دوالة ليلة لأن ما كانش في طيران داخلي. النهاردة الصبح أخذنا طيران داخلي الساعة 10 صباحا، وصلنا على جروة حوالي طيران 1:30. الفرقة الحمد لله كويسة، درجة الحرارة عالية هنا شوية بس 38-39، ورطوبة برضو كمان عالية، لكن الناس استقبلتنا استقبال كويس جدا، والاتحاد الكاميروني والنادي القطن، وطبعا على اتصال دائم بالسفاره المصريه، لكن حظنا السيء ان سفير مدحت خلص مدته ورجع امبارح. ياه ده راجل عظيم. جدا جدا، انا كنت متواصل معاه يمكن من قبل المباراه بحوالي 2-3 اسبوع. نعم. لكن احنا حظنا وحش شويه، لكن في قائم باعمال موجوده السفير منى القراشي وفي تواصل كبير. الحمد لله لعبتنا شغالة كويس، وربنا يسهل ربنا يسهل علينا مباراة صعبة طبعا، احنا مجموعتنا صعبة شوية. نعم. لكن احنا واثقين جدا في لعبتنا. طيب طمني على اخبار الفرقة بصفة عامة، هل عندنا الله لا يقدر اصابات ولا الدنيا كويسة؟ معين الشعباني وله خبرة كبيرة في افريقيا وفاز من قبل مع الترجي ببطولة افريقيا للابطال مرتين. احنا للأسف عندنا اصابتين، عندنا حسن علي وعندنا اسلام صلاح. احتماليه يعني اسلام صلاح اللي هو يلعب ممكنه، لكن ما اظنش حسن علي هيقدر يلحق. لكن الفرقه كلها حالتها كويسه جدا، زي ما انت قلت كابتن معين شعباني عنده خبرات متراكمه. نعم. وبينقلها للعيبه، كابتن معين شخصيه قويه وقادر يتعامل مع اللعيبه كويس جدا، وفي تحفيز، وقاعدين بنتفرج على الفرقه بتاعت القطن الكاميروني. شغالين بقالنا، يمكن احنا نزلنا من الطياره امبارح
على تمرين، والنهارده نزلنا من الطياره على تمرين، لكن طبعا تمرين خفيف، لكن في تحفيز لشويه جمل، وان شاء الله باذن ربنا زي ما قلت نلعب مباراه ونأدي اداء يشرف مصر ويشرف جماهير النادي المصري، ونرجع بنتيجه طيبه تساعدنا ان شاء الله ان احنا نعدي الدور الجاي ان شاء الله. السؤال الاخير سياده النايب، قريت انه المصري طلب ان مبارياته في افريقيا تلعب في استاد السويس، صحه هذا الطلب؟ واذا كان صحيح، هل هناك احتمال للقبول والمصري يلعب مباراته الافريقيه في السويس؟ لا، احنا طلب لاستاد هيئه السويس الجديد، الاسماعيليه. بالظبط كده. انا يمكن كان في تواصل مع فريق اسامه ربيع من 3 أو 4 شهور، وكان اسامه ربيع رئيس هيئه السويس، وكان وعدني ان احنا لو اول ما الاستاد يفتح ان شاء الله يبقى جاهز لاستقبال النادي المصري. لكن زي ما حضرتك عارف كده، احنا في موافقات متعدده، يعني مش هيكون فلوس بس، في وزاره الداخليه وفي رابطه الانديه وفي لجنه المسابقات، كل الكلام ده واتحاد افريقيا لازم نرجع فيه عشان نقدر نلعب. احنا بنتحمل تكاليف باهظه في مباراتنا في برج العرب طول السنه، فوجودنا في اسماعيليه تخفيف كمان على جماهيرنا اللي هتقدر تتحرك من بورسعيد لاسماعيليه، اقرب كتير من بورسعيد لاسكندريه. فاحنا باذن الله الطلب ده يا رب يلقى القبول، ونبتدي نلعب في اسماعيليه، وتبقى افضل للنادي المصري وجماهيره ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب حسن عمار، عضو مجلس اداره النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم الفريق. قبل ما اطلع لفاصل عشان استقبل كابتن احمد حسن، النهارده القسم الثاني الداخليه يبدو انه معدي خالص، يعني الداخليه فاز على الانتاج الحربي في الانتاج الحربي 2-0، والسكه الحديد فاز على السويس 1-0، بورفؤاد فجر مفاجاه مدويه بالفوز على وادي دجله 2-1، بتروجيت بقيادة ربيع ياسين صعد إلى المركز الثاني بالفوز على المريخ 1-0، بنها تعادل مع القناة بدون أهداف، النصر بيخسر على ملعبه بهدفين من المصرية للاتصالات، وزد في مفاجأة مدوية بيخسر على ملعبه من الترسانة للسعاد، جزء كبير جدا من رونقه وبريقه الترسانة بيفوز على زد في زد 2-1، وبورتو بيفوز على بلبيس 3-2. داخلية بقى الأول ب 41 نقطة، الثاني بتروجيت ب 33 نقطة، الثالث وادي دجلة ب 32 نقطة، الرابع الترسانة ب 31 نقطة، الخامس زد ب 31 نقطة. كل التمنيات بالتوفيق للجميع. اذا الى فاصل اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين، ثم النجم الكابتن احمد حسن. برحب باللي منورنا ومشرفنا، النجم الكبير كابتن احمد حسن. مساء الفل يا ابو كبات. مساء الفل يا كابتن، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. طمني عليك، كله كويس؟ طمني عليك، الدنيا تمام الحمد لله، في نعمه الحمد لله. كابتن احمد، خلينا نبدا سخنين على طول، الاهلي والهلال مباراه من العيار الثقيل، لو حطيناها في مقارنه ما بين الاهلي وبالمراس السنه اللي فاتت، والاهلي فاز يومها بركلات الترجيح وحصد البرونزيه للمره الثانيه، للمره الاولى الثانيه بالظبط، ثانيه مظبوط. نعم طبعا هي مباراة صعبة بشكل كبير على النادي الاهلي، لان نظر للظروف اللي تعرض بيها للنادي الاهلي، انما بيقابل فريق برضو من الفرق القوية، صحيح. عنده عدد محترفين من افضل محترفين، اعتقد ان يمكن فرقة الهلال بالظبط هو 7 محترفين بس، محترفين جيدين. نعم. يعني لعيبة على مستوى عالي، لان حتى لما شفت انا ليهم بعض الحاجات في مباراة تشيلسي ومباراة الجزيرة، وان كانت مباراه الجزيره طبعا بيبقى في مباراه كده هو اليوم ماشي بشكل كويس. نعم. فكانت نتيجه تقيله طبعا 6-1، بس خلي بالك انا اتفرجت على مباراه الجزيره في الملعب، ال 35 دقيقه الاولى الجزيره كان افضل بكتير. مظبوط. نعم. مظبوط، بس هي 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 فرقه واضح ان هم اشتغلوا مع بعض بشكل كويس، الجانب الهجومي كمان مع نص الملعب اللي موجودين اقوياء جدا. انما يتبقى ان النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع الماتشات الكبيره، صحيح، وده يمكن شفنا في وقت من الاوقات لو تفتكر الاهلي لما لعب مع بايرن ميونخ، الكل توقع ان كان النادي الاهلي هيشيل نتيجه ثقيله جدا جدا، ولكن النادي الاهلي ظهر بشكل متماسك، كان 1-0 لحد اخر دقيقه بالظبط. نعم. يعني ظهر بشكل متماسك، ف اعتقد ان مع قوه الهلال هم بيفكروني بوقت من الاوقات كان النادي الاهلي ماشي بنفس الشكل بالظبط. نعم. اللي هو يمكن من 2005 حتى 2010. نعم. كان النادي الاهلي يعتبر هو متسيد الكره الافريقيه والكره العربيه، حتى الوقت ده اللي هو المنتخب برضه كان الغالبيه بالظبط، يعني. نعم. كان الغالبيه طبعا وقتها لعيبه النادي الاهلي كانوا اللي موجودين بنسبه 70-80% وقتها، هم اللي كانوا يعتبر قوام المنتخب. ف اعتقد ان لازم النادي الاهلي ما يجريش الهلال في صراعات، لان هم عندهم ميزه، عندهم اكتر من لاعب عنده مميزات قدام،
فلازم النادي الاهلي يلعب بيت هادي ان هو يستحوذ ان هو يهدي ريت، لان دايما لما كنا نلعب فرق كبيره وعندها سرعات وعندها قوه حتى منتخبات قويه كنا احنا ناخدهم لشكلنا احنا مش لشكلهم هم. فده اللي لازم يتعامل بيه ماسوماني بكره. اعتقد انه راجل بكره كمان بدا يرجع له اللعيبه الاساسيين من تاني، بدا القوام رئيسي بالنسبه للنادي الاهلي يعود، لان طبعا المباراه الاولانيه بالنسبه للنادي الاهلي اللي اداها كانت مباراه مونتيري العدد اللي موجود كتر خير الدنيا ان هم قدروا ان هم يلعبوا بالشكل ده وان هم يفوزوا ويعدوا، بس ادى بشكل كويس وهاجم وضيع اجوان وسجل جون مزبوط. والناس كانت طالعه مبسوطه مظبوط. انما طبعا يمكن وحتى في ماتش حتى في ماتش الاخير لبالماس نفس الحكايه، النادي الاهلي الشوط الثاني كان عنده الافضليه وفي طبعا. وقت من الاوقات كان ظاهر بشكل كويس، انما برضه الظروف اللي راح بيها النادي الاهلي كانت ظروف صعبه. يعني خلينا نتفق ان الظروف صعبه، تا لعيبه الدوليين ما كانوش موجودين اغلبهم، عندك لعيبه صغيرين في السن، عندك كمان العدد اللي يكمل ما كانش برضه بشكل كبير. فانا اعتقد كمان اني يمكن انا حتى كان ليا كلمه كده انا كتبتها اني ما زال الاتحاد الدولي لا يحترم الكره الافريقيه. صحيح، والنادي الاهلي احتج بقى النهارده رسمي، والنادي الهلال احتج امبارح رسمي بالظبط، لان هو لا يحترم الكره الافريقيه ولا حتى الكره العربيه كمان بشكل عام، لان نعم. لان البطولتين دوليين، البطولتين كبار، يعني النهارده خلينا نقول الكره الافريقيه والكره الاسيويه، بلاش نقول لا العربيه ولا الاهلي ولا الهلال. نعم بالظبط، يعني الكره الافريقيه والكره الاسيويه، لان نعم. لان لما تكون بطوله تحت الاتحاد الدولي فبالتالي لازم يكون ليها وقت كل اللعيبه تكون عندها الجاهزيه، بتروح باستعداد بشكل افضل، لان حتى كمان لاول مره كاس العالم للانديه ما ياخدش نفس القوه اللي كان بياخدها قبل كده. ليه؟ لان كانت كاس الامم الافريقيه، فالناس كلها طبعا مع حاله المنتخب اللي ظهر بيها مؤخرا وانه وصل النهائي وكده، فغطت الاحداث على كاس العالم للانديه. انما يبقى ان النادي الاهلي رجع ليه طبعا الثلاثي اللي موجودين في نص الملعب، وده جزء مهم جدا. عندك حمدي فتحي، واعتقد ان هو خد راحه كويسه. نعم. اليو ديانج ظهر بشكل كويس، وعمرو السوليه كمان اعتقد كمان هو يعني خد نفسه بشكل كويس، واعتقد ان ممكن محمد شريف كمان يكون اساسي موجود بالظبط. نعم. ان هو ممكن يكون موجود بكره، فمع عوده اللعيبه دي اعتقد ان هيدوا قوه تاني للنادي الاهلي ويظهر بشكل جيد. انما خلينا نتفق ان النادي الاهلي بيلعب فريق قوي طبعا، بيلعب فريق اعتقد ان هو عايش حاله من افضل حالاته، 7 لعيبه محترفين، الدوري السعودي بقى دوري قوي طبعا، بقى دوري فيه منافسه. المباراه ما بين الاتحاد والنصر كانت مفاجاه، مدويه 3-0 صحيح للاتحاد، يعني لا نتيجه تقيله كمان، يعني ما هو ده ليه اسبابه يا كابتن، ان برضه اغلب الفرق حتى الفرق الصغيره مدعمه ب7 محترفين طبعا، فبيدي قوه طبعا للبطوله بشكل كبير. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يقدر ان هو يعمل نتيجه طيبه ويبقى برونزيه ثالثة بإذن الله. كابتن أحمد، شايف في مبالغة شوية في قوة فريق الهلال، ولا ده بالفعل هو فريق يستحق إنه بيتقلق منه، بل إنه تخاف منه كمان؟ لا، ما فيش مبالغة ولا حاجة، فريق يخاف منه، فريق يخاف منه طبعا، لأن عنده كل العناصر الجيدة اللي خلتنا نحس إن هم فريق قوي. نعم. يعني فريق طبعا يتعمل له حساب ويتخاف منه، فريق من الفئة المميزة، وأنا بقول إن هي مباراة تقيلة ومباراة صعبة على النادي الأهلي بكرة، ولكن دايما اللي بيخلي الواحد دايما عنده اطمئنان شويه، النادي الاهلي حتى في اسوء حالاته بيعرف يتعامل مع ماتشات كبيره. طيب، نقطه مهمه حضرتك قلتها في وسط الكلام، انه الاهلي يلعب مع المباراه بما يتناسب معاها، ما هو اللي ياخد الهلال لطريقته. صحيح. ما يضغطش، يلعب بطريقه الى حد ما فيها تحفظ حسب ما انا فهمت. يعني مزبوط. الناس هتقول لك طب ما انتوا زعلتوا من ماتش بالميراس لما الراجل بدا متحفظ وبدا دفاعي وهجمتوه هجوم شديد جدا، طب ما هيعمل ايه؟ ما هو فرقه تانية جامده وهو عنده مشاكل ايقافات على غيابات على اصابات، وبالتالي مش هيقدر يلعب الا بالطريقه دي، بس هنا هيدي فرصه للهلال انه يهاجمه من الاول ويبقى ياخد زمام المبادره. بص، لا يعني هو مش كده، هو يعني يعني بالميراس بالنسبه له ممكن مثلا ما كانش فريق معروف قوي بالنسبه له، ما كانش فريق كان ممكن يواجهه، لان طبعا هو ممكن يكون شاف ماتشات ليه والكلام ده وكده، بس يعني مش زي ما شاف الهلال في الوقت الحالي. يعني هو اتفرج على الهلال وشاف فرقه الهلال، فبالتالي هو شايف وعارف دلوقتي مدى قوه الفرقه.
انما فيت بالماس هو لاعب قدامها بتوازن على حسب اللي عنده، انما 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 هو طبيعي. بص يا كابتن، عايز اقول لك على حاجه، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي وهو رايح البطوله دي مش مستعد بالشكل اللي هو كان بيستعد بيه لكاس العالم للانديه قبل كده. انت النهارده معلش ماسوماني النهارده رايح، هو عنده لعيبه مصابه، وعنده لعيبه مع المنتخب، وعنده لعيبه كمان رجعاله بحاله نفسيه ممكن سيئه لخساره كاس الامم الافريقيه. فكل دي عوامل هو نفسه ما كانش عارف اذا كان هيبقى موجود ولا مش موجود، اشتباه كورونا وبعد كده لا هو موجود ما عندوش مشكله. فكل الامور ما كانتش مهيئه ان النادي الاهلي يروح. بس معلش انا بتكلم في الجانب الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، اذا بدا متحفظ هيدي فرصه للهلال انه يلغط كره القدم، يركب المباراه ويدفع الثمن وبعدين يحاول يلحق في الشوط الثاني ما يلحقش. طيب خلينا هكلمك بصراحه اكتر. ايوه ممكن الناس جمهور الاهلي مثلا بالماس وفي برازيلي وكده ممكن حتى لو النتيجه يعني الناس هتتعامل معاها عادي، انما لما تكون فيها عربيه فيها نوع من انواع المنافسه بالظبط. نعم. وفيها نوع من انواع ان برضو انت دايما بتقول ان انا الافضل عربيا وافريقيا. فالعامل ده زي ما احنا بنلعب مثلا مع المغرب والجزائر وتونس، بيبقى ليها حسابات، بيبقى ليها حسابات مختلفه. فعشان كده انا بتكلم ان بكره لازم النادي الاهلي يبقى عنده تحفظ، لازم يبقى عنده تحفظ. خلينا نتفق ان الهلال عنده الافضليه عن النادي الاهلي في، لان انت بتتكلم على 7 محترفين متواجدين مع الفريق. خلينا نقولهم للناس، انت عندك جوستافو كولار، عندك موسى ماريجا، عندك ماسيو بيريرا، عندك اوديون ايجالو، عندك اندري كاريلو، عندك ميشيل دي اوليفيرا. صحيح. يعني عندك لا اسماء تقيله، وعندك بقى سالم الفرج، عندك الشهراني، عندك البلي، عندك جانك سو سردباك كمان الياباني، اعتقد الكوري ياباني ولا كوري يعني الاثنين محصله بعضها، بس سو ده يبقى 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 كوري على ما اظن يعني. عندك سالم الدوسري، عندك محمد حتى كنو، لا حتى عندك سالم الدوسري كمان. نعم. حتى سالم الدوسري وياسر الشهراني. يعني طبعا. سالم الدوسري بيعيش من فتره من افضل فترات حياته، وياسر الشهراني كمان باك ليفت من اللعيبه المميزين. فاقصد ان هي فرقه متكامله. لا يقلل انك انت النهارده لما بتبقى بتلعب على قد امكانياتك وعلى قد ظروفك، معنى ذلك مش بقول ان النادي الاهلي ما يهاجمش، لا لازم يبقى يكون في نوع من انواع التوازن. يعني التوازن ان انا ما افتحش المباراه من الاول ان انا مثلا اهاجم الهلال، فبالتالي ممكن ان انا يحصل ان انا اتخطف بهدف او يصعب عليا الدنيا او يصعب عليا الامور. انما انت بتتكلم برضو على النادي الاهلي، بتتكلم على فيه عدد كبير من اللعيبه الدوليين. انت بتتكلم على علي معلول، اعتقد ان لعيب عنده خبرات كبيره جدا ومفتاح لعب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. عندك محمد هاني كمان، اعتقد ان هو بيأدي بطوله جيده وبيثبت يوم بعد يوم ان هو لعيب من اللعيبه المميزين. طبعا. عندك بتتكلم على ثلاثي دوليين، اليو ديانج مع عمرو السولية مع حمدي فتحي، ثلاثي من اعتقد ان هم من اهم 3 لعيبه في نص الملعب في الوقت الحالي. وعندك قدام طبعا عوده محمد شريف، غياب قفشه طبعا هيأثر بشكل كبير لانه لعيب من اللعيبه المميزين اللي بيعرف يتحكم في ريتم المباراه، وفي المباريات اللي زي دي احمد عبد القادر يقدر يعوض غياب قفشه؟ مش بنفس القدره. احمد عبد القادر لعيب من اللعيبه المميزين، احمد عبد القادر لعيب جاي مستقبل بالنسبه للنادي الاهلي والمنتخب مصر والكره المصريه، انما مش بنفس طريقه لعب. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن احمد، اتفضل. يعني احمد عبد القادر هو بيلعب ناحيه الشمال، مظبوط. قفشه ما بيعرفش يلعب ناحيه الشمال قوي، يعني بيلعب في اي حته لكنه بيلعب صانع العاب. فممكن وغالبا كده شكل موسيماني بكره 4-3-3 اعتقد. يعني لما نحط، تعالى نحط الفرقه مع بعض، يلا قول لي. ما هو زي ما بقول لحضرتك ان هو هيلعب بالثلاثه اللي هو اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية. حلو قوي. يبقى ثلاثه، يبقى 4 ورا، يبقى بالظبط 4 ورا اللي هم سواء ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم او محمد عبد المنعم، مظبوط. ومحمد رامي معلول. تمام. اعتقد محمد عبد المنعم كمان، محمد عبد المنعم طبعا. نعم. لان لعيب من اللعيبه اللي لازم نشيد بيه طبعا، واعتقد ان مكسب كبير من مكاسب كاس الامم الافريقيه محمد عبد المنعم طبعا، مع بعض اللعيبه تاني لما يوصل للمنتخب. انما الثلاثي الهجومي، الثلاثي الهجومي شريف راس حربه، محمد شريف طبعا لا خلاف راس حربه. عندك بقى طاهر وحسين الشحات واحمد عبد القادر، اختار منهم 2. انا اعتقد ان طاهر، محمد طاهر وحسين واحمد عبد القادر، انا شايف ان ده افضل بالنسبه لمسومان. ليه؟ لان طاهر، محمد طاهر عنده السرعات، وعنده كمان واحمد عبد القادر نفس الحكايه، دريبل كويس وبيروح وبيروح بالكوره بشكل كويس، وعنده كمان التكمله الهجوميه بشكل جيد وبشكل كويس. فانا وحتى حسين الشحات يمكن في المباراه الاخيره ما ظهرش بالمستوى اللي هو الكبير وكده، انما انا اعتقد ان الثلاثه دول مع مسانده
من عمرو السولية في بعض الأوقات مع أليو ديانج أو حمدي فتحي واحد من الاثنين. أنا أعتقد ده جيد بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن زي ما قلت لك كابتن أني لازم النادي الأهلي النهارده يتعامل مع المباراة أني أنا اللي آخد فريق الهلال لطريقة لعبة، لطريقة لعبة مش ما روحش لطريقة بس لعبة. مش للدفاع، لا مش للدفاع. أنت بتتكلم على محمد الشريف مهاجم مميز، بتتكلم على طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر، بتتكلم على ثلاثي نص الملعب. انا شايف ان ديانج من يعني انا بصراحه جميلة دي. كان نفسي ان يكون موجود مع منتخب مالي ان هو يشارك بشكل اساسي، انما انا اللعيب الوحيد يا كابتن نص الملعب اللي موجود في مصر في الوقت الحالي اللي بيعمل اختراق 30 و 40 متر قدام تسديد بس يعني هتيجي لان هو لعيب صغير. بس انا بتكلم على انا يعجبني لعيب نص الملعب. انا بالنسبه لي لعيب نص الملعب اللي هو ذو قيمة اللي هو بيلعب رقم 6 أو 8 اللي هو بيعرف يخترق، اللي هو بيعرف ان هو يضرب خط واثنين وثلاثة. فقال ديانج بيعملها. احنا مع كل أسف ان اللعيبة المصريين عندنا قليل قوي لعيب نص الملعب بقى كل تفكيره ده يا كابتن ان هو انا بستلم صح بسلم صح بكمل ورا الهجمة او بقطع. لا ده مش كفاية. في الاختراقات اللي هي بتحصل دي انا اعتقد ان جزء مهم جدا 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 الوحيد اللي يمكن بيعملها قال ديانج. وكان شوية في نادي الزمالك امام عاشور يمكن كان شوية كان بيعملها، وحتة التصويب كمان. فبالتالي انا شايف ان الثلاثي دول عليهم دور كبير وعليهم دور كبير في صناعه اللعب وتامين اللعب كمان. تمام. سواء الثلاثي اللي موجودين لان قفشه مش موجود، فانا اعتقد ان ده كمان بيصعب الدنيا على شكل ان يبقى في لاعب صانع العاب في النادي. يانج هيونسو هو داود كوري عنده 30 سنه. قبل ما اطلع الفاصل بس الناس عماله تسالنا على انتخابات الزمالك. 15 لجنه هي لجان 16 و7 و11 و3 و129 و120 و149 و114 148 147 82 81 150 63 اجمالي الاصوات مرتضى منصور 1213 احمد سليمان 885. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن احمد حسن. بجدد الترحيب بضيفي اللي منورني ومشرفني كابتن احمد حسن. بقول لك يا نجم، شفت امبارح استقبال الجمهور لمحمد صلاح؟ حاجه طبعا حاجه تفرح، حاجه أوي. حاجه جميله. وانا نفسي ان صلاح مع الواحد بيشوفه ده ان هو يستمر في قاعد. انا اعتقد انا بقول لك اهو قاعد وعلى مسؤوليتي الشخصيه. انا يعني نصيحه مني لصلاح ان هو بالحب ده وبالشكل ده انا اعتقد ان هو بيسطر تاريخ كبير جدا جدا جدا، وهيبقى يعني من هو اسطوره من اساطير النادي في الوقت الحالي. ولكن بالشكل ده يعني النهارده انا ما اعتقدش ان مانيل اللي حصل على البطوله الناس هتستقبله بنفس الشكل. الناس بتحب صلاح بالظبط طبعا، يعني جماهير وكلوب امبارح الحقيقه عمال يدلع فيه ويحتضنه بالشكل الجميل. خليني اقول لك ان اكتر حد اتأثرت بيه هو محمد صلاح بعد البطوله جدا. لعده اسباب، لان صلاح البطولة دي اعتقد ان هو بالتحديد محمد صلاح كانت تفرق معاه في حاجات كتير قوي في حياته. بعيدا عن صلاح من اهم ثلاث لعيبة في الوقت الحالي في العالم واللي محققها مع ليفربول وكده، ولكن بالتحديد كاس الامم الافريقية كانت هتديله حاجات كتير جدا جدا جدا. اعتقد عشان كده القهر اللي صلاح يعني هتقهرها بالظبط اللي تقهرها مش طبعا كاس الامم الافريقيه ان مصر تحصل عليه في تاريخه كان هيبقى انجاز كبير بالنسبه له، ولكن عد بقى ان صلاح كان هياخد احسن لاعب في افريقيا في البطوله، بعد كده هينافس على احسن لاعب في العالم. كان هيكسب احسن لاعب في العالم مظبوط، كان هيكسب احسن لاعب في العالم. ميسي اللي فرق معاه كوبا امريكا تمام، يعني انا بتصور ان بطوله افريقيا لا تقل عن كوبا امريكا مظبوط. نعم. اني 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 سعره كمان قيمته طبعا. قيمته التسويقيه كانت تعلى بشكل كبير، والحصول على احسن لاعب في افريقيا كمان والمجد يعني كمان انه بالنسبه له انه خد البطوله مع المنتخب لانه يعني صحيح. وصل فاينل مرتين بالظبط، يعني في 2017 وفي 21 وفي 22. انا اعتقد ان 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 الواحد حس طبعا اكيد كل اللعيبه ان تزعل، واكيد كل اللعيبه حسينا ان ازاي الحزن اللي هم كانوا فيه، لان اليوم ده والله يا كابتن يمكن انت ما كنتش موجود في مصر. والله احنا كنا عاملين مظاهره ولكن في الامارات والاخوه الاعلاميين كلهم كنا بقينا هنتجنن والله. ولكن تيجي تبص
حاله حزن خيمت اليوم ده على كل الناس بعد ركلات الجزاء، لان كمان لما وصلنا لركلات الجزاء الكل توقع احنا كسبانين مرتين بقى كوندوفور ما كسبين الكاميرون، لان وهم بيضيعوا وساديو ماني ضيع في المباراه. مظبوط، تحس ان البطوله كمان يا كابتن كانت بتناديك. يعني البطوله هي اللي بتناديك، مش انت اللي بتسعى ليها، لا هي بتناديك وده بتسعى بكل جهد طبعا، لكن هي كمان عايزاك اكيد. انا بتكلم طبعا اكيد انت بتسعى وبتشتغل واللعيبه اشتغلت واللعيبه اجتهدت، انما في حته توفيق في كره القدم احنا نحسها كابتن ان هي بتبقى ايه، حاسس ان هي ماشيه معاك ماشيه. فلما وصلنا ضربات الجزاء كمان، يعني انا واحد من الناس لما وصلنا ضربات الجزاء توقعت ان الموضوع انا كنت متفائل محسوب. كنت متفائل قوي بالظبط. فعشان كده حاله الحزن اللي خيمت على الناس ان الناس قعدت لمده 10 دقايق وربع ساعه، بس الظاهر الازازه اللي كتب عليها مندي يمين وشمال غير الازازه اللي كتب عليها ابو جبل. يعني اصل موضوع الازاز والحاجات دي بيبقى لطيف وظريف، وانا اتكلمت وبتكلم تاني انه ياخد بس الحد بتاعه، يعني الافوره الزياده عن الحد ما بتبقاش لطيفه. يعني ايه؟ لان دي الازازه دي معموله من زمان، هفتكر لك دلوقتي مين اللي عملها وليمان عمل ورقه في الشراب ومش عارف مين عمل في الفوطه. فانا قلت خلاص يعني بلاش الافوره الزياده عن الحد، لانه مندي هو ابو جبل اللي قال مندي كان عامل ازازه زيها وقصه زيها. فيعني افكر اكتر في ماتش السنغال في تصفيات كاس العالم في الماتشين دول، لكن هفضل بقى ان انا اقول واصل ده يمين وده شمال وده. طب ما في الاخر هو خلي بالك يعني اللي بيسعى ربنا عمها اللي بيسعى الحاجات دي كلها تقريبا الراجل اللي هو بتاع الاناليز اللي هو بيبقى طبعا المحلل. يعني المحلل الاداء طبعا هو ده اللي بيبقى بيشوف بيقول له اللعيبه دي مظبوط ازاي الكلام ده كله. يعني اعتقد ده شغل محلل ده صحيح. يعني لان هو اللي بيتابع هو اللي بيشوف هو اللي بيدي للمدير الفني يقول له ده بيشوف ازاي او ده بيشيدوا. اعتقد محمود سليم هو المحلل كلهم بيشيدوا بيه، مش عارف كده يا جماعه اكدوا لي يا جماعه، مش عارف مين محلل الاداء، هل هو اجنبي معارض ولا المصري اللي موجود. محمود سليم لو شاطر وجميل صحيح. نعم. فطبعا يعني زي ما قلت لك كابتن ان تحس ان البيوت الشوارع الكافيهات الناس كلها تحس ان حاله حزن لمده ربع ساعه، وحاله التفاف كانت جميله يا احمد. صحيح صحيح. وعشان كده احنا عايزين نخرج من حاله التفاف دي، لاني انا في جزئيه مهمه ان اللعيبه لازم تفكر فيها، ان انت ما حصلتش على كاس الامم الافريقيه. انا كنت مع سيف هنا كابتن قبل الماتش بيومين تقريبا، وكان معايا زيدان هنا وكان ليا دايما مقوله مع اللعيبه دايما بقولها لهم كابتن، ان المركز ال12 المركز الثاني زي ال16، لان احنا وقتنا ايامنا احنا كان 16 فريق بس، ما كانش 24 زي دلوقتي. فحتى زيدان كان موجود معايا فقلت له يا سيف، حتى سيف يعني بيقول لي احنا ماضيين كده والدنيا لا مش يعني راضيين عن الولاد، راضيين طبعا، لكن كان نفسنا في البطوله بالظبط. لاني انا بعتبر ان اللي بيطلع على منصه التتويج بيرفع الكاس موضوع بالنسبه له هو ده التاريخ اللي بيذكره. لحظه التاريخ اللي بيذكره، والدليل على كده ان حاله النهائي اللي كان فيها اللعيبه مايكاس تاني وانت عملت اللي عليك، بس اللعيبه عارفه قيمه النهارده ساديو ماني. النهارده كابتن ناس كتير ممكن ما تبقاش فاهمه يعني ايه النهارده. مثلا ناس كتير قالت لك ساديو ماني وعمل يتصور بالكاس ومش مصدق وعمال حاطه جنبه ونايم مش عارف ايه. تاريخ ده بيعملوا معاه لقاء، لقيته قاعد يرقص في اللقاء. تاريخ. طبعا تاريخ وحلم كابتن. وعملوا ملعب باسمه طبعا هناك، وهو الحقيقه كلنا بنحب ساديو ماني لانه متواضع طبيعي جميل يعني. جدا 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 بعيدا يعني بنحب ابن بلدنا اكتر يعني. مليون المية مليون. انا بتكلم على القيمه نفسها. صحيح. يعني ساديو ماني محقق تشامبيونز ليج ودوري انجليزي طيب خلينا نروح بقى على كاس عالم بقى. تمام. وماتشين مع نفس الفرقه اللي بدات بغايه السوء وانهت بالبطوله. صحيح. بص هقول لك على حاجه، طبعا فرقه من الفرق المميزه، فرقه من الفرق اللي عندها سكواد جامد جدا جدا جدا. واعتقد ان السنغال لما لعبتنا في امم افريقيا كان عليها ضغوط شديده جدا، لان برضو اسم مصر كابتن بيرهب اي حد. والثلاث ماتشات اللي انا ما زلت بقول رجالتنا ادوهم سواء كوتوفار او المغرب او الكاميرون ادوا جرس انذار للجميع ان منتخب مصر مهما كان هو قادر ان هو على المنافسه. والسنغال لما نزلت المباراه دي كانت عامله حساب كبير جدا جدا لمنتخب مصر. انا عايز اقول لك ان صلاح لما كان بيضغط على احد المدافعين اول حاجه يعملها حاجه في الاوت على طول. فكان الموضوع طبعا صعب. احنا بنستعد للسنغال لانه فرقه كويسه جدا، فرقه صعبه جدا جدا جدا، وماتشين هيكونوا في غايه الصعوبه. علشان كده انا بقول ان اللي انت خلصت منه ده كابتن لازم تبني عليه. تبني عليه بمعنى ايه؟ يعني مثلا ان اللعيبه النهارده ما تنساش ان عندها بعد اقل من شهر ونص عندها مباراتين يوصلوهم كاس العالم. نعم. بما ان انا ما قدرتش احقق لقب يبقى لازم اكون موجود في كاس العالم اللي جاي. نعم.
فطبعا دي محتاجة جهد من اللعيبة اللي موجودة، محتاجة ان الجهاز الفني اللي موجود والجمعة المجموعة اللي موجودة لازم يبقى فيه جروب بينهم بعض، ان الجروب ده احنا بن بن بنوعي بعض طول الوقت ما احنا موجودين، يعني الجروب بتاع كاس الامم الافريقيه ده يبقى كلهم موجودين، ان دايما يبقى فيه تواصل بينهم وبين بعض، ان يتكلموا مع بعض، ان الجهاز الفني لازم يتكلم مع اللعيبه على الاقل العناصر اللي هو انا عارف ان انا عايزها، انا عندي 20 عنصر على الاقل النهارده انا عايزها. بمناسبه العناصر، هل تتوقع ان كروش ممكن يفاجئنا بعناصر جديده ولا مستحيل؟ يعني اذا حد مش هيبقى جديد قوي، يعني هيبقوا برضه من اللي كانوا موجودين وممكن كانوا مستبعدين. يعني وايد احمد رفعت يبقى موجود مثلا، وايد اني ممكن يستعين بقفشه تاني، طارق حامد، يعني طارق حامد، وان كان طارق حامد انا يعني شايف انه راجل خلاص هو بقى عنده في الحته دي ان ممكن حمدي فتحي يقوم، ان ممكن النني يقوم فيها، ممكن السوليه يقوم بيها، انما طارق طبعا لعيب من اللعيبه المميزين، واعتقد ان كان ممكن يبقى وجوده مهم في بعض المباريات في امم افريقيا، انما ضم يعني حد جديد جديد قوي اعتقد ان صعب حد يفرض نفسه. سالك سؤال جاوبني عليه واطلع لفصل، واحد بقى لي سؤال في مصر والسنغال، لو ان الشناوي بقى جاهز وابو جبل جاهز تلعب مين ماتش السنغال؟ ماتش سؤال ثقيل قوي. طبعا طبعا، لاني وان كان ليه يعتبر على ابو جبل ان هو لازم يركز بقى خلاص ويرجع تاني يركز في الملعب، لاني برضه من حقه انه يفرح، يعني انا بس كان اعتبر عليه في الكلام وهو صلحها، يعني لا. طلع كلام انا صح لما قال لك جسام قال لنا هتخسره رجع قال لا ده هو كان شكله كده ما معناه ان انت هتخسره الكلام ده طبعا انا اول واحد نبهت طبعا حذرت طبعا. يعني كلام ما ينفعش طبعا عندك حق يا كابتن انك انت كنت لازم تنبه، وانا شفت طبعا ان انت قلت الكلام ده لو اترجم هيبقى فيه مشكله كبيره وكده، لان انت مش دورك كمان طبعا. انت مش دورك ان انت تتكلم او تقول الكلام ده، لان في وقت من الاوقات حكم يقول كده احمد طبعا استحاله طبعا، حكم ممكن يضغط عليه ممكن يعني. طبعا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش طبعا ان هو يقال، وان كنت انا شايف رد على سؤالي ما تقعدش تلف وتدور. بص يا كابتن على حسب دلوقتي انت بتتكلم، احنا لسه في ماتشات هتلعب، نادي الزمالك هيلعب ماتشات والنادي الاهلي هيلعب ماتشات، جبل جاهز والشناوي جاهز وعندي ماتش السنغال، ماذا انت فاعل يا طيب؟ لو انت بتكلمني في الوقت الحالي ابو جبل هو اللي يلعب. ماشي، في الوقت الحالي اللي هو النهارده. لو انت بتكلمني ولا في وقت المباراه 24 مارس؟ لا، في الوقت الحالي اللي هو ابو جبل خلص بنفس القوه بنفس الاداء بنفس الـ 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 الحاله المعنويه اللي هو فيها يبقى ابو جبل هو اللي يكمل، ده طبعا وضع طبيعي. ايه اللي جاي في خلال الشهر ونص اللي جاي؟ انت عارف يا كابتن الكوره فيها متغيرات سريعه، وممكن النهارده الشناوي يرجع تاني ويبقى مع النادي الاهلي بشكل جيد، ابو جبل ممكن مستواه يتهز شويه، فبعد شويه ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل. هروح لفاصل، بعد الفاصل هيبقى عندي محورين مهمين جدا، البطولات الافريقيه والاسئله السريعه، بس هيبقى لي سؤال في المنتخب هساله للكابتن احمد حسن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين. سؤال واحد بس بالنسبه للمنتخب وهروح على سكه تانية. عندنا المعسكر 3 ايام، صدق ولا تصدق، كاس عالم ومعسكر 3 ايام، والدوري واقف من يوم 9 والماتش 24، يعني الرابطه ما قصرت. الماتشات الافريقيه اهلي زمالك بيراميدز مصري عامله لنا مشكله، المحترفين مش هيجوا لك غير 21 يكفوا ونعمل ايه؟ لا طبعا لا يكفي طبعا، والاربع ايام بلاش 3 ايام، يعني معادله صعبه جدا طبعا، لان انت بتتكلم على مباراتين مصريتين. بس زي ما انت بتقول، انت الداخلي عندك هنا حليته، لما المشكله هتعمل ايه في الماتشات الافريقيه والماتشات الافريقيه؟ ف يعني لا الاهلي يقدر يضحي بلعيبه، ولا الزمالك يقدر يضحي، ولا بيراميدز يقدر يضحي. قصدي كمان يا كابتن دي بطوله، يعني انت الحاجات اللي هي الداخليه بتاعتك، انت تقدر انك انت توقف الدوري، تقدر انك انت توقف ماتشات خالص، تقدر انك انت تلغي الدوري حتى خالص. عامل قال لك انا واقف من يوم 9 بالظبط، مش قصه، انما المشكله كلها انك انت المشاركات الافريقيه هتعمل فيها ايه؟ سواء لعيبه الاهلي او الزمالك او بيراميدز هم القوام الاساسي بالنسبه للمنتخب. ولكن خليني اقول اني التجميعه والمعسكر حتى لو اللعيبه دي مش موجوده ده في حد ذاته جزء مهم.
ده في حد ذاته جزء مهم، لان اجواء معسكر اللعيبه حتى كمان في الـ في الـ في الاهلي وفي الزمالك وبيراميدز، كل واحد بيشد حلو عشان يبقى موجود في المعسكر. اللعيبه المحترفين كمان هم عارفين ان، عشان كده انا بقول لك كابتن ان التحضير مش في لايف بعتيان بس، التحضير بدايه من خصائتك لكاس الامم الافريقيه. برافو عليك. يعني ده عشان كده انا بقول لك ان انت عارف يا كابتن، حتى ظهور بعض اللعيبه في البرامج انا ما عنديش ازمه فيها ولا في مشكله طبعا، ولكن حتى ما شفتش حد بيتكلم مثلا ايه، طب انتوا استعدادكم لكاس العالم ايه، طب انتوا بتفكروا في الماتشين الجايين ايه، انما كلها حكاوي والمعسكر واحنا وكنا واللي حصل. لانه مع كل الاحترام طبعا، كل الاحترام هي برامج غير رياضيه، فالناس بتاخد جوانب تانية ملهاش علاقه معاك. معاك كابتن، انا ما بتكلمش، انا بتكلم صح طبعا. انا بتكلم اهم عندي دلوقتي يبقى مصر الصغير اللي جاي. انا بالظبط يعني الناس زي ما قلت ان تحيي البطوله احتفل بالناس، نعم، انما المركز الثاني ماشي تمام يعني، انما انا اجيب اللعيبه اقدرهم تأدية لمجهودهم وكده، انما في حد ذاته هو مش تحيي بطوله. طب انت يعني شايف انه كيروش دلوقتي يركز حتى من الجانب المعنوي لازم المتابعه، لازم طالما مش قادر اجيب اللعيبه، لازم كيروش يبقى في تواصل ما بينه وبين اللعيبه، لازم وائل جمعه يبقى في تواصل ما بينه وبين اللعيبه، لازم محمد شوقي كابتن ضياء السيد، نعم، لازم يبقى في تواصل ما بينه وبين اللعيبه. حتى النهارده زي ما قلت لك انا عندي قوام 20 لعيب او 25 لعيب، زي ما اي منتخب في الدنيا بيبقى عنده قوام، بيبقى عنده ناس ممكن تدخل وتخرج، انما عندي قوام رئيسي، لازم يحصل التواصل ده مع اللعيبه اللي هم مهمين بالنسبه للفرقه. لازم يكون محمد صلاح تواصل مع اللعيبه كمان، لان بدور لان عجبني دور هايل قوي، هايل عجبني صراحة. محمد صلاح في دورته قيادته داخل وخارج الملعب كان واضح، وده اللي يمكن اصلا معانا بشكل كبير، ويعني يمكن اول ما من كتير قوي ان انا اشوف محمد صلاح بيقوم بالدور ده حتى في الملعب كمان، ان هو بيقوم بادوار دفاعيه. بالمناسبه البعض بيتساءل النهارده محمد صلاح اللي مع المنتخب ومحمد صلاح اللي مع ليفربول، والبعض ممن احترمهم جدا شفت على تويتر يعني محمد صلاح اللي كان في الكاميرون كان قلبه وروحه وعقله وجهده وعرقه ودمه مع منتخب مصر، صحيح، وما قصر في لحظة واحدة بس، عشان ايه تبقى النقطة واضحة. طيب خليني بسرعة عشان وقتنا بيجري، مباراة الزمالك بترو أتلتيكو ان شاء الله بعد ساعات، زمالك سهل يكسب؟ سهل طبعا يكسب ولازم يكسب، لاني الزمالك عنده مجموعة لعيبة مميزة، اعتقد اني عنده فئة من الفئة المميزة، واعتقد انه حصل على بطولة الدوري الموسم الماضي، مجموعة اللعيبة اللي موجودة كلها لعيبة جيدة، عودة اللعيبة الدوليين، عنده لعيبة محترفين جيدين، اضافات كمان سيسي مفيش مشكلة بالنسبة للزمالك، ما اعتقدش ان في مشكلة، ومهم ان هو البداية مهمة بالنسبة لنادي الزمالك. مصري في القطن الكاميروني، يعني ما اعرفش حاله القطن الكاميروني بقت ايه، يمكن كان فئه قويه زمان، انما دلوقتي في الوقت الحالي ما اعتقدش ان هي بنفس القوه، بس العوده بنقطه هتكون مش وحشه، اعتقد ان هو لازم يلعب على ان هو على الاقل ياخد نقطه على الاقل هناك في القطن الكاميروني. بيراميدز امام اهلي طرابلس، واهلي طرابلس اخرج الملعب المالي. بص يعني يبقى ان دايما حتى الكوره الليبيه دايما بتبقى حتى في اقل حالاتها وفي اصعب حالاتها فيها حماس وفيها قوه والكلام ده، انما فئه بيراميدز انا شايف ان هي فئه من افضل فئه موجوده في الدوري طبعا، والغريبه ان انا قلت الموسم ده مع وجود ايهاب جلال ان هم هيكون المنافسه قويه، هم ما بعدوش يعني يعني ما بعدوش بالظبط، ولكن حتى بس في كاس الرابطه نعم ما كانوش نعم جيدين خالص في كاس الرابطه يعني، رغم ان هو كان عنده عدد لعيبه يعني كان عنده اغلب اللعيبه الاساسيين كلهم، انما من المفترض ان بيراميدز يكون بيلعب على البطوله، لان وصل اثنين نهائي في الكونفدراليه وما حصلش عليهم، فانا اعتقد ان مباراه سهله بالنسبه له والمفروض ان هو يحسمها. ثلاث اسئله هتجاوب كل سؤال فيما لا يزيد عن 15 ثانيه. اللاعب ده هيكون مفاجاه الاهلي امام الهلال السعودي. احمد عبد القادر او محمد عبد المنعم. اكتر حاجه بتخوفني من مباراه الاهلي والهلال السعودي هي ان يجي جون بدري في النادي الاهلي. نتيجه مباراه الذهاب بين مصر والسنغال هتكون حاسمه في تحديد المتاهل للمونديال. مليون المية طبعا. اكتر لاعب عجبني في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه كان واحد بس، احمد فتوح. احنا هنظلم بقيه الناس، لان المرشح الاول للفوز بدوري ابطال افريقيا هذا الموسم المرشح الاول لايه؟ الفوز بدوري ابطال افريقيا هذا الموسم بدري لما نشوف الفرق في نادي اسمه بدري؟
ايه نادي اسمه بدري جديد جديد اه جديد مش عايز تقول لا لسه مش دلوقتي يعني ما اعتقد الامور صعبه طيب. الاقرب للتتويج بكاس العالم للانديه تشيلسي ولا بالميراس؟ لا اعتقد تشيلسي طبعا. تشيلسي طبعا. نورتنا وشرفتنا يا ابو الكبات. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين بعد الفاصل. احمد الخضري محمد القوصي. اهلاوي وزملكاوي زملكاوي واهلاوي احمد الخضري محمد القوصي منورين ومشرفين. ابو حميد مساء الفل. منور ابو كباتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. محمد القوصي مساء الجمال. مساء الفل يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. الدنيا تمام. هو مين اللي بيكسب؟ مين اللي بيكسب التاني في البث؟ الاهلي طبعا بيكسب. لا انا ما بتكلمش اهلاوي وزملكاوي دلوقتي، انا بتكلم محمد القوصي واحمد الخضري. عندنا في المواجهات يعني والمخرج والصوره والبتاع. هو مخرج بس. مخرج بس. تبقى يعني في شد وجذب كده مره ومره مره ومره. عاملين شغل جميل ما شاء الله. كنت توقع الاكبر الكبير على انتخابات زمالك؟ لا خالص والله خالص خالص ها. يعني عشان بس ما اقولش انا متوقع والمشهد كده او الكلام ده. احنا بتتكلم في 20,000 وطبعا محد انا مش عارف محدش عارف الرقم انا مش عارف دلوقتي. ومش عارف ليه يعني انا مش عارف ومحدش عارف. لا ما حدش عارف يحددها دلوقتي الا في النهايه. لا اصل لما القاضي الجليلي يعلن النتيجه 30,000 40,000 ماشي لكن هو يعني اخرنا كنا بنتكلم في 20,000 22,000 لكن دلوقتي واضح انها هتزيد جدا جدا. فده ندل شيء طبعا يبقى اصرار من الناس انها جايه عايزه تدي بصوتها تدي في يوم زي ده. اهم ما في الانتخابات النهارده الاقبال التاريخي ده. نعم اهم ما في الاقبال ده اهم حاجه في الانتخابات. طبعا طبعا بغض النظر عن التفاصيل مشاكل مش عارف ايه يعني ماشي موافق على كل ده بس ان النهارده الاعضاء يجوا بالعدد ده لا ده غير تعتقد انه ممكن اعلان النتيجه قبل نهايه الحلقه ولا اعتقد كده اصبح مستحيل خلاص يعني صعب 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 بس في مؤشرات في مؤشرات لكنه ما نقدرش نعلنها لا صعب طبعا ما نقدرش ننتظر يعني شويه. طيب تعالى اجي لك انت بقى اروح للنادي الاهلي. الاهلي رايح بخوف شديد جدا إذا بيه متعنا وفرحنا وأنا كنت في المدرجات وصورتي مع مصطفى والفيديو مع مصطفى ملا الدنيا كلها وكان أجمل شعور وأجمل إحساس عشان أقول لكم على الهواء أجمل شعور وأجمل إحساس. نادي الأهلي كسبان وابني موجود على دكة البدلاء وأنا اللي جريت وأنا اللي ناديت عليه وحضنته ما كنتش حاسس بنفسي عشان أجيب من الآخر أنا اللي بعرف لا لف ولا دور كنت يعني وعايز اقول لكم انا عيطت كمان بس الصوره ما جابتش وانا حاضن مصطفى من الاخر اهو كمان الناس اللي عايزه تهاجم زيت يا عم في الهجوم كمان وكمان يعني فرحان جدا للنادي الاهلي فرحان جدا لابني وفي غايه الفرح. الفرح ده بقى كله الماتش الثاني انا برضو ناديت على مصطفى وناديت على علي لطفي وناديت على حمزه علاء طلع لي حمزه وطلع لي مصطفى وعلي كان زعلان عيني دخل الاوضه بس طبعا الفرق كان كبير. ده اولا بالنسبه للمشهد اللي حضرتك بتقوله مع مصطفى ده قلب الاب يعني لو اي اب في الدنيا وابنه بيلعب في اي مكان اكيد قلبه هيبقى متوجه لابنه واللي هيقول غير كده يبقى انسان بينقد نفسه يعني نعم. فدي مشاعر طبيعيه بتطلع من اي بني ادم فاي انتقاد ليها اعتقد مش في محله مش علشان لا كابتن بس مش عشان احنا قاعد معاك وتكلم لكن طبيعي جدا انا لو بنتي بتلعب جمباز في النادي ما شاء الله طبيعي جدا هاخدش اول حاجه هبص عليها بشايفها اما تحت النتيجه هروح اخدها احضنها وابارك لها واتمنى ان هي تبقى افضل حد موجوده طبعا. في الملعب طبعا. يعني ده اي حد مع ابنه كده يعني فاللي يلومك على كده فاعتقد ان ده يبقى موقف مش ظريف يعني لكن طبعا النادي الاهلي دخل البطوله دي في ظروف صعبه جدا وكلنا نعلم الظروف الصعبه اللي كان موجود فيها اثرت عليه اثرت على فكره اثرت على المدرب حصل فيه نوع من الارتباك حصل من التشتت لكن قدر الاهلي بتجمعته بتاريخه بحماس لاعبيه باصرارهم بروح الفانيلا الحمراء بحاجات كتيره جدا يعمل لنا مفاجاه لنا كلنا الحقيقه في مباراه الكتيري ومفاجاه ما حدش فينا كان يتخيلها على الاطلاق ده جميل ولو خسر كان هيبقى عنده العذر احنا كنا بنتمنى الخساره يعني تكون 1-0 ولا 1-0 2-0 يعني كنا بنعمل في ده ان هي ما تبقاش زايده تبقاش تقيله على النادي الاهلي يعني فاذا النادي الاهلي بيقدم عرض رائع ومستوى جميل وحقق نتيجه مبهره ودخل على مباراه بالميراس كان فيها نوع من التشتت نوع من عدم التركيز من الجهاز الفني من موسيماني لان الدوليين جولوا العبهم ما العبهمش اخدهم ما اخدهمش العب جزء منهم اخلي جزء بره كل الارتباك ده قعد اللي اجاده قدام مونتيري كل ده اثر على النادي الاهلي والنادي الاهلي اصلا في حاله يعني عدم تركيز خسر مباراة مع ان انا شايف ان كانت فرصة تاريخية للنادي الاهلي ان يتجاوز هذه المباراة لو النادي الاهلي كان في ظروفه العادية والطبيعية وجايب كامل قوته ومركز في البطولة زي البطولة اللي فاتت كان زمان النادي الاهلي من غير ما تفكر موجود في النهائي وفي النهاية يحصل اللي يحصل مش دي القضية لكن كان الاهلي هيعمل خطوة ما عملهاش قبل كده
لكن قدر الله ما شاء فعل وحدث. دخل الاهلي دلوقتي على مواجهه اصعب من النهائي. يعني الاهلي كانه بيواجه تشيلسي نهائي مواجهه الهلال السعودي بيواجه من المواجهات العربيه. العربيه فيها نوع من انواع الدربيات وبتبقى فيها نوع من دي في الامور العاديه بتبقى دربيات وبتبقى فيها حماسيات في كاس عالم وبتبقى فيها حماسيات وحساسيات وانا عايز اكسب الهلال السعودي والهلال السعودي عايز يكسبني زي الدربيات كلها. لكن المختلف هذه المره ان الهلال السعودي عنده 7 لاعبين اجانب الكواليتي بتاعهم مختلف تماما مختلف كبير جدا وفيهم لعيبه سعرها بيصل ل 12 مليون يورو و9 مليون يورو و7 مليون يورو لما اتكلم على القيمه التسويقيه في نادي الهلال السعودي هتلاقيها 61.5 مليون يورو في النادي الاهلي بكل قوته وبكل ميزانيته 31 مليون. لكن في النهايه الحزمه مش هتبقى كده. انا شايف ان الامور اعتقد الثلاث اربع ايام الاخيره في النهايه حصل نوع من الاستقرار نوع من انضباط اللعيبه الدوليه دخلت حصل نوع من الارتياح. اعتقد ان احنا هنشوف اهلي مختلف باذن الله في المباراه اللي جايه. يعني احمد الخضري الانتخابات ستعلن نتيجتها بعد ساعه 2 بكره الفجر واتفر يعني لكنه الناس بتتكلم على الزمالك بقى بكره وهو زمالك بطوله افريقيا زمالك في الدوري العام زمالك في المسابقات المحليه زمالك كارترون الدنيا هتمشي ازاي؟ لا انا قلقان طبعا قلقان على الزمالك الان طبعا طبعا ليه؟ خلي بالك اللي هيكسب ده يعني جاي له تركه صعبه نعم يعني ايا كان مين اللي يكسب ايا كان اللي يكسب الوضع صعب جدا جدا في نادي الزمالك وعايز ناس بتحب النادي بتحب الزمالك بتحب مصر بتحب عايز تخدم النادي عشان في مشاكل ماليه كبيره جدا جدا في عندك مشكله في العقود كبيره جدا جدا يعني ابو جبل طارق حامد بن شرقي ملف عايز له مش اقل من 200 مليون جنيه يعني 200 مليون طبعا هو ابو جبل هيجي يجدد كده يقول انا وقلنا زمان ابو جبل يجدد قبل ما يسافر ابو جبل يجدد جاهز. قبل ما عقده ما يخلص وكان جاهز وكان جاهز باي حاجه لكن انت بتستنى لما عقده خلص ويروح افريقيا يرجع قابل قابل بقى طبعا وده ممكن تكون بسبب لجنه مع لجنه مع مجلس يعني ما بقولش ذنب حد معين ما بنحملش لكن هي الظروف اللي عملت كده فانت ابو جبل طارق حامد فين طارق حامد بكره فين؟ طارق انا قريت له تصريح قال اساله الدكتور ركبتي تعباني ولا لا؟ مش عارف تبص لي ليه وانا مع الدكتور؟ مش عايز لا الماتش بكره لا طارق لا اكيد بص اقعدوا مع طارق حامد وشوفوا في ايه مشكلته. انا بقولها اقعدوا مع طارق حامد شوفوا مشكلته ايه هو عايز ايه وحقه ان هو راجل من كباتن النادي ويلعب ويعمل وراجل شايل النادي وكابتن طارق مش طماع نعم شوفوا مشكلته ايه ان هو راجل وطارق من اكتر الناس اللي خدمت نادي الزمالك ومخلص وراجل كم سنه دلوقتي طارق في نادي الزمالك؟ 33 مثلا او لا حاجه لا كم سنه لا كم سنه انت كام 7-8 سنين 7-8 سنين نعم كلهم اخلاص حاجه فنشوف في طارق بن شرقي خلاص بقى انت بتتعامل معاه ان هو ملف هيتجدد او مش هيتجدد لكن طارق حامد بالذات لازم قعده كبيره معاه طيب ابو جبل بن ابو جبل طارق حامد بن شرقي لانه عندي معلومتين عكس بعض المعلومة الأولى أنه بن شرقي أخبر زملائه طبقا لأحد المواقع المغربية متشكرين آخر موسم أنا مش مكمل معلومة الثانية أنه أحد المرشحين في نادي الزمالك في الرئاسة قال أن أنا هجدد لبن شرقي بعد ماتش أنجولا اللي هو هيتلعب بكرة أو النهاردة خلاص والله أنا أتمنى بس أنا شايف ظروف صعبة صعبة جدا صعبة جدا أن أنت تجدد في التوقيت ده أتمنى يا ريت يا ريت بس انت دايما بيبقى عندك مؤشرات لا انا شايف صعب لغايه دلوقتي صعب يعني القصه عايزه مبالغ كبيره انت بتبص على طارق بتبص على جبل بتبص ده لا يعني وتقول يا كابتن انت بترحل المشكله بتزود المشكله مش كلها بترحلها كلها بتزودها ده كان من بدري دايما انت بتاخد لعيب بقى فاضل له سنه غير ما يبقى عقده خلص غير ما يبقى سنتين في المفاوضات بتتسهل معاك يعني طيب كان يؤخذ على بيتسو موسيماني انا كلمت بسرعه القوصي بيسترسل يا كابتن لا انا سبتك براحتك ما القوصي لا ما انا بقول لك القوصي يطلع من الاجابه استرسل براحتك ماشي تعرف انا في الحاجات دي معايا هو انت حد قطع يا كابتن هو فضل يقول لغايه ما خلص خلص طب ما انا ممكن براحتك ماشي براحتك نوع من الضغط على نوع من الضغط لا ما يعني احنا مالناش دعوه ماشي قابلني لو رجعت لك الحديده لا الحديده قول لي على الحديده طيب خليني اسالك عن موسيماني الحوار بقاله يومين هادئ تعليق النهاردة ومن أنا والناس وجوارديولا بينتقد والناس كلها بتنتقد والقصة والطبيعي ولازم و و و نمرة 2 البيان اللي أصدرته الشركة اللي بتدير له أعماله خليها الشركة اللي بتدير له أعماله إنه إحنا جاهزين وللتجديد
وما عندناش أدنى مشكلة ولن نتحدث الإعلام الآن على الإطلاق. تغيير في النهج ولا اقتراب من الوصول إلى اتفاق ولا حالة من اللوم؟ اديتك ثلاث اختيارات. بداية خلينا نتفق ان يعني الطريقة اللي بتكلم بها موسيماني غير مسبوقة لأي مدرب خاص في نادي الأهلي. ده النهاردة ولا قبل كده؟ ده كله بشكل عام بالتوتال ما في الأخير بغض النظر عن النهاردة يعني ما هو مش اتغير لكن هو يعني هو عمل يعني حاجز بينه وبين الأهلي بين الإدارة عمل كلام كتير جدا بكل التصريحات اللي قالها بمجملها وكان آخرها في المباراة اللي فاتت الحقيقة يعني اول مره تشوف انا حكايه شركه موسيماني اللي بتدير اعماله دي يعني الاول كانت زوجته مويره هي اللي بتدير شركه في النهايه شركه بصرف النظر ما في مثلا بس ما كانتش ظاهره يعني لا كان معلش لا 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 يعني. نيمار ابوه هو مدير اعماله ما فيش اي حاجه ميسي انا والله ما قلتش ابوه كان مدير اعماله بقول لك يعني احنا طول الفتره اللي عدت يعني لا 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 طول الفتره اللي عدت كانت زوجته مويره هي اللي بتدير هي مديره الشركه يعني دي شركة غير مويرة ما نفوجت هي بتطلع بيان رسمي يعني. تتعامل مع لاعبين وبتتعامل مع مدربين وكده يعني هم يعني حسب البيان اللي طلع رسمي واول مره نشوف بيان رسمي بيطلع منهم ان هم يعني في توصلوا الاتفاق للنقاط وينتظرنا رد النادي الاهلي في هذه الامور تمام يعني. ومش هيتكلم للاعلام احسن حاجه يا ريت هو يعني افضل حاجه الموسيماني ان ما يتكلمش لان الموسيماني كل ما بيتكلم يتكلم فني لان كل ما بيتكلم ويخش في اي موضوعات جانبيه بعد المؤتمر الصحفي بتحصل مشكلات يعني ولا ماتش ايه ده اللي عمل القلق شويه بس هو مع الاداره مش مع يعني تشعر ان موسيماني برضو يعني عنده رغبه ان هو يتكلم في حاجات يعني احنا ايام حضرنا مؤتمرات صحفيه فكنا نسال المدير الفني سؤال بره المباراه فكان يقول لك انا اسف مش هجاوب على السؤال ده بره المباراه وانا بتجاوب على الاسئله الفنيه تمام موسيماني لم يلتزم انا وجهت له النصيحه اكتر من مره موسيماني لم يلتزم بهذا كثيرا وخض في اسرار وحكايات مع اداره الاهلي وتفاصيل ودخل في ازمات مع لعيبه الاهلي يعني كان من ابرز التصريحات اللي هو لما يجي يقول لك ايه انا مش معايا ابو تريكا ولا بركات ولا عماد متعب ولا وائل جمعه يعني ما اعتقدش ان في مدرب يقول التصريح ده على لعيبته وهو في بطوله مهمه اعتقد التصريح ده هيكون سلبي بالنسبه للعيبه يعني ما كانش يجب على موسيماني يقول كلام زي كده يعني لكن في النهايه اتقال اتمنى ان هو يتعلم من الدروس اللي هو مر بيها من الازمات اللي مر بيها مع ان النادي الاهلي نصح انه ما يتكلمش في الحاجات دي لكن هو تجاوز برضه وتحدث مره اخرى انا شايف ان الامور داخله في سكه الصوره مش واضحه بس انا بقول لك كلام الراجل النهارده كلام عقلاني جدا هادئ جدا قال لك جاردولا تعرض للانتقاد فمن انا حتى لو اوجه لي النقد الناس كانت عايزه ميداليه وانا كان عندي امل لكن بوعدهم ان شاء الله ان انا اكون موجود البطوله القادمه الاهلي اسم كبير وانا مدرب انا يعني فينا اسماء كبيره يعني دربت النادي الاهلي فواضح انه يعني محاوله لتنقيه وتصفيه وتهدئه الاجواء بالضبط لكن ما حدث يعني ترك علامات استفهام كبيره جدا اعتقد مش هتمر بسهوله من مسؤولي النادي الاهلي لان موسيماني الحقيقه دخل في مناطق صعبه جدا غير مسبوقه في النادي الاهلي في التعامل مع اي مدرب اعتقد ان الموقف هيبقى صعب جدا ومش من السهل من وجهه نظر يعني ان يتم تجديد او تمديد عقد المرحله انا بقول لك مش من السهل ليه مش من السهل ربما هتفرح الخضري فيك ليه لا انا مش بقى انا عايز اتمنى على الاهلي انا عايز يقعد انا شخصيا اشعر ان موسيماني اتغير لان حصل فيه تغيير كبير جدا في شخصيته من الفتره اللي جه فيها النادي الاهلي اللي كان فيها يعني بينظر الاهلي بابهار وبتواضع وبقيمه وبقدر وبعد كده نفاجئ ان موسيماني بيتعامل مع الاهلي بشكل مختلف بطريقه مختلفه يعني اتمنى الاهلي فضله على اي حد والاهلي بيضيف لاي مدرب والاهلي بيصنع نجومية اي مدرب عمل انتصارات وعمل بطولات وعمل تاريخ مع النادي الاهلي يعني. ماشي اوكي ما طبعا خلينا ناخد منه الحديده بعد اذنك برضه يمسك الحديده مش هيسيبها مفيش ممكن يقعد لنا 12 ساعه يمسك في الحديده القص يعني خلينا ناخد الحديده ونطلع على كارتيرون والزمالك مع خضري لكن بعد الفاصل سيب الحديده شويه لاحمد الخضر بيمسك الحديده بعد اذن حضرتك سيبها لاحمد الخضر شويه اتفضل حديده ما ينفعش بعد اذن حضرتك بقى خليه يتكلم بقى شويه هو استاذ حضرتك بيحب الحديد طيب فضل. يا استاذ خضري الزمالك النهارده ان شاء الله مع بترو اتلتيكو انجولي هيكون في مجلس اداره جديد والمؤشرات خلاص بدات تتضح تماما كارتيرون ماذا هو فاعل عنده عقد عنده شرط جزائي كبير عنده نجاحات مع نادي الزمالك
هو عنده نجاحات وهو لغايه دلوقتي مستمر يعني هو ماشي بقوه الدفع يا كالترون يعني لكن هل ان هو هيقدر يتعامل اربع سنين او ثلاث سنين ولسه عقده فاضله سنتين انا ما يعني اعتقد ان النتائج وحدها هي اللي هتحدد انت برضو انت تبقى كجاي المجلس اللي فات ده ما كانش يعني كانت فتره صعبه ان هو ياخد اي قرار مع كارتلون لكن ما زلت بقول وباكد ان هو عدم استلطاف من الطرفين عدم استلطاف بقولها واضحه وصريحه عدم استلطاف من الطرفين فهل ده مش عايز ده يعني وده مش عايز ده والشرط الجزائي هو اللي واقف حائط وظروف المرحله اللي هي قبل الانتخابات اللي فاتت دي كانش ينفع تعمل مع مدرب هل بعد ما مجلس يجي جديد ويستمر بالقوه الدفع والكلام ده هل ممكن يبقى في تمهيد ان الراجل يمشي اعتقد ان يعني صعب ان كارتيرون يكمل الموسم على الزمالك هل كارتيرون هيشترط مثلا التجديد لطارق حامد وابو جبل وبن شرقي لانه كمان بدانا نسمع زيزو اليومين اللي فاتوا انا زيزو ما موجود بس في شرط جزائي بس في عقده يعني ما هو قال لك انا جالي عرض من كذا وعرض من كذا بس انا منتظر والحقيقه زيزو لعب في اي حته طبعا لعيب هايل يعني طبعا بس خلي بالك انت بتتكلم في زيزو وبن شرقي وابو جبل وطارق حامد اعمده كبيره في نادي الزمالك يعني انا دايما بشيل باللجنه اللي فاتت وكابتن حسين لبيب بشيل بيه جدا بس كان العقود تحديدا فيها اخطاء قاتله طبعا اعداء يعني حضرتك عارف دايما على فكره عقود الزمالك فيها اخطاء قاتله نفسي ان الزمالك يبقى ليه اداره للعقود عقود عشان يبقى معروف ازاي يعني انت بتفرج عندك امير توفيق في الاهلي ما شاء الله عنده خبرات رائعه وكان قبليه محمد فضل الأمانة الشديدة يعني عندهم وده مش عيب على فكرة الزمالك عنده كوادر كبيرة جدا هايلة طبعا جدا بس انت اديله الملف ده يبقى بتاعه بالظبط ما ينفعش يبقى عضو مجلس إدارة يعمل عقد مش عارف مين يعمل عقد لا لو كده عشان انت تبقى حافظ حقوقك وحقوق النادي انت تتفاجئ ان في شروط غريبة في عقد مثلا انا جنش مثلا كده في ده في شرط عقده لو 2 مليون يمشي جنش في ثغرات كبيره قوي في عقود لعيبه الزمالك اتمنى ده يبقى من اوائل الاهتمام الفتره اللي جايه فنرجع تاني لكارتيرون لا اللي هي هتبقى فتره صعبه جدا عقده في حاجات غريبه يا كارتيرون مش ان هو يشترط ده عقده ان هو اللي يختار المساعدين لو ناشئين بيتصعدوا من تحت لفوق هو اللي حدد الاسماء هو بس كل ده ما انا لا ده الكلام ده انا كمدرب ده من حقي انا لا لا ده مش من حقك ده مكتوب انا اللعيبه اللي انا عايزها اتمرنوا معايا كابتن هو ده لا يعني انا عايز تفاصيل يعني كارتيرون هو بيجدد العقد كان حريص على كل التفاصيل ان هو حتى المسمى ان هو بقى مدير يعني هو يعمل كل حاجه اللي يقعد على الدكه اللي كل ده فهل ده هيستمر الوضع ده بعد كده مش عارف هيبقى في فتره صعبه في الفتره الجايه بين كارتيرون واداره النادي طب انت قلت نقطه مهمه جدا انه جنش وجنش الان في اعاره للفيوتشر وعندك محمد صبحي في اعاره بنيه البيع لفاركو بس لازم هو يوافق في نفس التوقيت عندك اتنين عواد مثلا في غياب ابو جبل كان هايل وابو جبل بسم الله ما شاء الله فرض نفسه على السحب الكامل وليس على نادي الزمالك موقف الحراس السنه اللي جايه عامل ازاي طيب هو اصل برضه لازم نقول كل عايز اللي يبقى موجود عايز يلعب لازم نقول هو قبل افريقيا وبعد افريقيا نعم ابو جبل القديم وابو جبل باللوك الجديد ده هتفرق فما نيجي نتكلم على حراس الزمالك في فتره من الفترات كان كارتيرون ولا عايز جنش ولا عايز ابو جبل كان فتره من الفترات قال لهم انا عايز صبح يقعد ومع عواد ما كانش عايز الاثنين ده هو لعب ابو جبل اخر مباراه في الدوري عشان يروح المنتخب ده بضغوط رهيبه بضغوط رهيبه وقبل كده ايام البطوله العربيه رفض الفكره وابو جبل استبعد من البطوله العربيه مظبوط فهو دي بضغوط جامده جدا ان هو يلعب ابو جبل لكن هي لكن الفتره اللي جايه بعد ابو جبل ما يرجع طب ما يعني ابو جبل يجدد وبعدين نتكلم عشان تجديد ابو جبل مش نفترض انه جدد نفترض ابو جبل ان شاء الله وعوده موجود لسه فاضل له في عقده شويه هل بقى صبحي هيرجع هل جنش هيرجع ما ده سؤال مهم هو صبحي المفروض ده يعني مطلب من اول يوم يعني الاداره لما جت الاداره دي بتلوم على اللجنه اللي فاتت ان هي طلعت صبحي اعاره فبالاولويه ما هو مش هيلعب ما هو بيلعب بس هي دلوقتي الراجل حارس مرمى منتخب مصر ابو جبل وما شاء الله عواد ماشي بشكل رائع السنه ما طلعوش صبحي جون صغير ما طلعوش بنيه البيع ان هي بنيه البيع طلعوا عاره لا ما دي ده امر خطير جون صغير ومستقبل النادي فانا ما طلعوش بنيه البيع فهي لو كده اعتقد ان هو خلاص صبحي يرجع وابو جبل خلاص يعني هو مش هيرجع هو بيرجع نعم صبحي مش هيرجع لان هو انا لو مكانه
هحسبها هرجع العب على ابو جبل ولا عواد. ابو جبل ما شاء الله ما انا بقول انا عايز العب الولد ولعبه في فاركو خلاه يروح المنتخب تمام. بس انا هشوف الاول ما هو هيشوف الوضع الاول ايه لا يلعب على عواد لو جه يلعب على عواد ما هيبقى الاساسي جبل ما هم نشوف بقى مين اللي هيلعب ماتش افريقيا جبل ولا ومين يقدر يقعد ابو جبل كاسترو ممكن فكر فيها هو حر هو فكر فيها بس التنفيذ صعب لا هو الحقيقه جبل في افضل حالاته ما ينفعش يعني. ما يقدرش ما يلعبوش. نرجع للحديده والقصي مره ثانيه والموسيماني يعني الناس تقول لك يا جماعه ده عامل انجازات هايله رائعه يعني بس كم الانتقادات اكتر من الانجازات. في نفس الوقت من الحاجات برضو اللي انا فوجئت بيها وما يعني معرفش رايك فيها ايه انه فوجئت انه كتير جدا قطاع كبير جدا من جماهير النادي الاهلي متعاطفه تماما مع الراجل وترفض اي كلمه نقد لدرجه هو طلع النهارده قال لك لا انا مش فوق النقد انا كمان يتم انتقادي زي جوارديولا. هل شاف انه القصه ناس مزودها في الهجوم على موسيماني وهل هي حاجات موجهه من وجهه نظرك؟ لا اولا هي مش حاجات موجهه هي حاجات طبيعيه ورد فعل على اللي بيعمله موسيماني. هو ما غلطش غير مره في المؤتمر ما بقولك لكن احنا اتكلمنا عن موسيماني يا كابتن انجازات طبعا عمل انجازات وانجازات عظيمه جدا ما حدش يقدر ينكرها يعني انجازات يستحق عليها التقدير ويستحق عليها التجديد كمان يعني اذا كانت الامور طبيعيه. جماهير الاهلي متعاطفه معاه جماهير الاهلي متعاطفه معاه لان جماهير الاهلي ما لهاش علاقه بكل الانتقادات دي بتبص للي متحقق على الارض. في الحقيقه في فعلا تعاطف كبير جدا مع جمهور من جمهور الاهلي مع موسيماني ده موجود وبشوفه وبتابعه وبشوفه ده شيء جميل وبشوفه على السوشيال ميديا ومتمسكين بيه وان هو مستمر وبيدعموه بشكل قوي جدا يعني. لكن اللي هو موسيماني في الاعلام بيتعرض للانتقادات اللي احنا شايفينها بشكل كبير جدا جانب قليل جدا من الجمهور هو اللي بيتكلم عن موسيماني وبيتكلم عنه بجانب فني مش جانب عكام اللي بيقوله ولا مقبول جانب الفني مقبول يعني جانب الفني يعني البعض بيعتبره ان هو يعني مش ملوش شخصيه ثابته مع النادي الاهلي يعني بعض الاوقات بيبقى عالي جدا وبقى مميز جدا ما خسرش يعني بص يعني مثلا ماتش الهلال بكره الناس متوقعه انه ممكن يحصل في حاجه انا متوقع ان هو يعمل مباراه كبيره جدا وان شاء الله يحقق الميداليه البرونزيه ربنا باذن الله لا هو بيعرف يشتغل كل المباريات الكبيره اللي دخلها موسيماني تفوق ما كانش مباراه كبيره هو كانت مباراه كبيره بالمراسم مع مين بل المراس ما كانتش مباراه كبيره مع مباراه كبيره برضه دي ليها ظروفها ماشي ما كانش مستعد ليها بشكل كويس جدا يعني كان اعتقد ان هو مركز قوي قوي في المباراه دي بس يعني بيعرف يلعب يعني ايه ما كانش مستعد ليها لا الدوليين يعني ما كانش فيه ظروف والدوليين جم من بره هي كانت ملخبطه الدنيا ملخبطه هي ملخبطه يلعب دوليين ولا ما يلعبش دوليين يعني بالظبط يعني كانوا هي ملخبطه حصل نوع من الارتباك عندي يعني ارتباك صح فهو كمدرب لو انت قيمته كنتائج ما لا خلاف عليه ما تقدرش تتكلم ما انا بقول لك ما تقدرش تتكلم انا قايمه بايه لا بقول لك ما تقدرش لكن بص يا كابتن موسيماني معاه فرق في النادي الاهلي تقدر تذهب لابعد من كده بكتير تذهب لابعد من كده كتير سواء في الدوري او في افريقيا او كان المفروض في كاس العالم الانديه يوصل بس في النهايه دي ظروف حصلت له الاهلي فيه مجموعه من اللعيبه الحقيقه كبيره جدا ومميزه جدا يقدر يعمل بيها حاجات قويه جدا انا شايف ان ادوا له فرصه ثانيه مفيش مشكله بس موسيماني ينضبط في الكلام ويتوقف عن الكلام اذا توقف عن الكلام شكله مؤتمر غلط فيه ماسكه من اوله لاخره يعني هو راجل فضفض يعني انت متجني جدا مش شايف انت متجني جدا كابتن عن موسيماني يعني انا يعني مش هتكلم مع كابتن شوبير اللي هو الاعلام اتكلم مع كابتن شوبير لاعب النادي الاهلي الفضفضه دي في النادي الاهلي صعبه صعب هنا انا اعلامي ما انا بقول اول ما يطلع الباب ده اقعد اتكلم معاك زي ماشي تمام ممكن تسيب الحديده للخضري بقى شويه الفضفضه في النادي الاهلي الفضفضه في النادي الاهلي صعبه طيب مهما كان المفضفض استنى خليني هاجمه بقى يا راجل حد يقول على الكابتن خطيب الراجل لم يترك الفرقه تمام في اي مكان ولا اي مجال تيجي منك انت انه الكابتن خطيب هرب من رئاسه البعثه وعلى فكره انتوا كلكم ما خدتوش بالكم انا قلت قبلها باربع ايام او خمس ايام في الاذاعه كابتن خطيب مش هيسافر رئيسا للبعثه كابتن خطيب في خبير اجنبي اما هيروح له بس هو الخبير جه وبعد كده سيلحق بالبعثه وسيلحق باول مباراه قبل ما اجاوب بس الكلام ده قيل فين لا سؤال بس الكلام ده قيل فين يا كابتن انتوا احمد الخضر اللي قاله احنا قلناه في برنامج اهلاوي وزملكاوي الخضر هيقول وانا هعقب يلا بعد اذن اتفضل لما اعقب يا رب يقول عايز اعقب على واحده اولانيه برضه قلتها مع حضرتك في يوم ليله انتخابات النادي الاهلي تمام عشان يعني من غير ذكر الاسماء وجماهير الزمالك زعلانه حتى دي اللحظه وزعل على زعل من غير ما يشوف ايه اللي اتقال صحيح يا حضرتك قلت ان كانت انتخابات حضريه انتخابات شيك ما حصلش اي مشكله والانتخابات عدت على خير ونتمنى الانديه كلها تبقى كده صحيح فانا قلت فعلا انتخابات عدت خير
وهدئة وشيك، ونتمنى كل الأندية تبقى على كده. بس كان لي بقى ان انا بقول ان اتعلم الزمالك يتعلم الاهلي، انا ما قلتش الكلام ده خالص. لا انا عندي الحلقه، انا عندي الحلقه، فده يجيب لي الحلقه. لا انا عندي الحلقه واطلعها للناس. هذا 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 الاطلاق بالعكس، ومع كابتن شوبير والناس كلها او الناس كلها تستفيد منها. ومع كابتن شوبير انا بتشرف ان انا بطلع مع كابتن شوبير، وقلتها في برنامج النهارده، وانا هطلع وهطلع وهطلع. لا الشرف والله، لا الشرف ربنا يخليك. او دي حاجه بتاعتي انا، لكن الحاجه الثانيه ان انا ما قلتش كده، عمري ما هقول ان اتعلمه. والنادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم طبعًا. ايه المشكله لما اقول تجربه؟ كان يوم جميل في النادي الاهلي طبعًا. وباكد على الكلام اللي حضرتك قلته، الكلام اللي قاله القوصي، ان كان يوم حضاري طبعًا. ايه المشكله طبعًا. انا وباكد تاني، والنهارده يوم كبير ويوم حضاري في نادي الزمالك. لا إيه المشكلة؟ مش حضاري بغض. لا اصل انت لما يبقى 40، لا انا عايز خلينا نقول لا 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 هنشوف الرقم بس، لكن يوم كبير مش اقل من يوم كبير. يوم لا 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 في خلاف اما تحصل مشكله. اصل عايز اقول اما احنا نرجع تاني ان الاهلي ما كانش انتخابات طبعا، مفيش منافسه طبعا، هنا منافسه شديده جدا. انا ازعل لما الاقي خناقات ولا مشاكل ولا بتاع، ده مش تحضر، ما حضاري بمعنى التحضر. مش اعضاء نادي الزمالك طبعا، يتشدوا بقى يتوقفوا يتعملوا. انا باكد عشان في ناس دخلت كده ما علينا، مش هنتكلم في تفاصيل، احنا مش عايزين نتكلم في تفاصيل، بس انا بقول لك ان حاجه زي دي في يوم زي ده يعني تعتبر حاجه بسيطه. قصه الكابتن الخطيب، احنا في البرنامج عندنا في اهلاوي وزملكاوي، القوصي بيقول خبر بيقول ان الباسه هتسافر، وان الكابتن الخطيب قاعد بسبب ان هو هنا عنده ظروف خاصه ودكتوره والكلام ده. قلت له انا مش مقتنع، انا مش مقتنع. في بعثات كتيره قوي كان الكابتن الخطيب برضو تعبان وبيسافر الكلام ده. انا في قرارات نفسي شايف ان الكابتن الخطيب ما سافرش، ان الفرقه ومغيه بالدولين واصواته الكلام ده العمليه صعبه، ما تطمنش يعني. لكن هو برضو ولا قلت لفظ طبعا عشان بحترم وقدر الكابتن الخطيب، وعمري بقول لفظ هرب وهو الكلام ده. ناس كتيره حتى من اداره الاهلي زعلوا ان انا قلت القصه دي، جات هم اتصلوا وصححوا، قلنا الكابتن الخطيب هيسافر الجمعه، ما عنديش اي مشكله خالص في الحاجات دي يعني. بس خلاص كده عفوا يا كابتن. الخبر ده جالنا من المركز الاعلامي للنادي الاهلي، يعني خبر رسمي جاي من، لان انا الخبر ده طبعا يعني الحقيقه ازيد فيه كتير جدا واتقلت فيه كتير جدا، وقيل كلام على لساني غير صحيح. المركز الاعلامي للنادي الاهلي الكابتن الخطيب خبر رسمي جاي تمام. على الميل تمام. كابتن محمود الخطيب يعتذر عن رئاسه البعثه لان عنده ميعاد مع الطبيب فمش هيقدر يسافر. فانا قلت هذا الخبر بالنص ده، والكلام ده متسجل وموجود على برنامجنا وموجود. الخضر يعلق بالكلام اللي قاله ده، فراح قام واحد راح واخد الكلام ده وقال ان القوصي بيقول ان الكابتن الخطيب هرب. طبعا لا انا قلت الكابتن الخطيب ولا انا ولا الخضر قال، بالعكس ده حتى لما الخضر قال انا مش مقتنع قلت له ده هو عنده ميعاد مع الطبيب ورايح، وانا اكتفيت بهذا القول يعني. وفوجئت ان جماهير الاهلي بتاخد هذا الكلام وبتشن عليا هجوم وبيوزع في الجروبات، انت عارف لما حد بياخد ورا حد ورا حد ورا حد وكده من غير ما يعرف الاصل الموضوع يعني. فاللي عايز يعرف اصل الموضوع يرجع للحلقه ويتاكد منها. لفظ هروب ما جاش حتى على لسان الخضري خالص، ممكن يكون المعنى يعني هو قال انا مش مقتنع، يمكن كابتن هو يعني المعنى، حتى المعنى اللي انت هتفسره واللي قاله الخضري ان كابتن الخطيب شايف ان الظروف صعبه ومعترض عليها ومش راضي عنها، فهو مش عايز يسافر في البطوله دي اساسا يعني. لو انت عايز تفسر معنى كل واحد يفسر براحته يعني. يعني ربما هو يقصد هذا يعني، وانا اعلم ان هو يقصد هذا يعني. لكن طبعا ان حد ياخد كلام ويحطه على لسان حد والناس تبدا تتعامل معاه بهذا الشكل، اعتقد ان دي امور غير لائقه، وخصوصا لما يكون حد اعلامي يعني. المفروض اي حد اعلامي يتحقق من الخبر، يتحقق من المصدر، ما بتجيناش المشاكل اللي حاجات مأساوية يعني. الواحد يقول الكلام ولا تفاجئ ان الناس بتكذب على لسانك بالباطل وبتورطك في حاجات. خليني اقول كلام اول مره اقوله، هو كلام صحيح بنسبة 100%. تمام. الكابتن الخطيب الخبير اللي جه كان عشان يشوف العملية اللي كان عملها زمان في راسه، وكان هي جزء كده من الشعيرات، والحمد لله كانت كللت بالنجاح. مع الأزمة اللي جات له في عينه قبل الانتخابات بفترة، كان برضو بسبب يعني خوف من ده يبقى عاد النشاط مرة أخرى. فلما جه فهذا الخبير أوصى بأنه كابتن خطيب هيسافر للخارج بعد فترة عشان يتابع لمزيدا من الإطمئنان على حالته الصحية. ده نمرة واحد بالنسبة لما حدث في هذه الزيارة. نمرة اتنين بالنسبة للظهر، هو بيعمل مازال بيعمل علاج طبيعي، ولكن في حالة سفر إن شاء الله مرة أخرى بعد كأس العالم للأندية بفترة برضو هيستشير الأطباء بالنسبة لموضوع ظهره، لكن أمور في ظهره
ماشية بشكل جيد. دي الحالة الصحية تمام. بالكامل بتاعة الكابتن محمود الخطيب. هو الراجل حقيقة في ميزة جميلة لا يعلن ولا يتاجر بمرضه. ويمكن الكابتن الخطيب هيفاجئ ان انا بقول هذا الكلام، هيتفاجئ بجد، لان انا كنت بعرف عن طريق بعض الاطباء او فهيفاجئ بهذا الامر. الكمان الحقيقة ابو حميد واوصي، انا قابلت مؤمن زكريا مرتين في كاس العالم للانديه. الولد عنده كم ايمان يا ربنا يكرمه رب. وكم صبر ربنا يا رب ويشفي، وكم ثقه بالله سبحانه وتعالى. والناس كانت بتقابله مقابلات مش طبيعيه، يعني طبعا كان بيبعد عن الجمهور، كان بيقعد ورا لانه يعني مش هيقدر يلبي الدعوات. تعرف الناس تبقى بتفرح لما بتشوفه عايزه تصور معاه. ما سافرتش ليه يعني؟ ما فهمتش هو ما سافرش ليه يعني. ما عرفتش بالظبط هو ما سافرش ليه، لكن يبدو انه في فحوصات تانية او ما عنديش ادنى فكره يعني. وطلبت من الناس تدعي له لانه يستحق الدعاء طبعا طبعا. وعنده بقول لك حاله يعني من الثقه في الله سبحانه وتعالى ان ربنا هيكرمه ويستره يعني ويشفيه رب ان شاء الله. دعواتكم جميعا. هو كابتن اشرف ياسر. اشرف الحمد لله الدنيا بامر الله ماشيه في اتجاه صحيح بامر الله. لا اشرف يستاهل كل خير وكل حاجه جميله. هل لديك اقوال اخرى قبل ان يستولي على الحديده في التعقيب الاخير؟ التعقيب الاخير بكره في مجلس جديد نادي الزمالك. نعم. اتمنى واطمع ان المجلس ده يبقى نقطه يقفل اللي فات خالص، نقطه من اول السطر، ويبدا من اول وجديد، ويمد ايدين للناس كلها عشان خاطر نادي الزمالك. واحنا نتمنى زيك والله. اوصي. انا طبعا يعني بحيي اعضاء نادي الزمالك النهارده، الحقيقه قدموا مشهد كبير بالرغم من كل السلبيات اللي كانت موجوده، لكن الاقبال شيء جميل وشيء محترم. المساله كانت محتاجه نوع من التنظيم، لكن الحقيقه انا مش متفائل باللي جاي يعني. الا اذا حصل تغيير كامل يعني. ما هو ما فيش تغيير في الاشخاص، مش فيش في النظر. انا بس بحاول اجيب لكم اخر النتائج. اتمنى ان يكون في اللي عندي يعني، بس دي كانت بعيده شويه. اجيب لك اخر الارقام. 19 لجنه، كان مرتضى منصور 1589، كان احمد سليمان 1225، لكن ما عندي الان انه تم الانتهاء من اكثر من 50 لجنه. هم 100 لجنه ولا 200 لجنه؟ هم 50 اقول لك انا اهو. تم فرز 50% حتى الان، والسبب الاخبار الملحوظ من جانب الاعضاء، سيتم الاعلان عن النتيجه بعد ساعتين. هم 180 لجنه. هم 180 لجنه. طب حد يقول لي بس بالاعداد تم الانتهاء يعني الارقام دي. الارقام ما عندناش جديد غير هو ده، لكنه بتبقى فيه مؤشرات بتبان في الانتخابات. واضحه يعني. واضحه. نورتني شرفتني حبيبك. اشكرك يا ابو حميد. تسلم. اوصي نورتني شرفتني. معلش خدت منك الحديده في الاخر. لا يا كابتن الحديده لك يا دايما. خلص الكلام اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين، مسك الختام. سلام.